طيب انا هبتدي ريكوردنج اهو، ونبتدي نجيب البرزنتيشن. فين البرزنتيشن بتاعتنا؟ نبتدي نعمل بس أنا مش عارفة في إيه هنا. البرزنتيشن مش ظاهرة لي ليه؟ في مشكلة عندي في زرار الشير دوت، أو في البتاع نفسه، مع إن أنا مشتركة في نت قوي جدا يعني. طيب إحنا كده ظهرنا طبعا، صح؟ دي كده تاني مرة أعمل الشير، فالمفروض إنه يكون ايش الموضوع. والله ما بدري يا محمد، والله ما بدري، البتاع كان مهنج ليه. ها كده كده تمام، ظهرنا great vessels of thorax. اخ يعني ايوه ايوه ولا لا؟ ايوه لا ايوه اه تمام ولا ايه؟ المهم انا كنت لما بقعد، اهلا يا ماجد، ايوه كده نورت يا ماجد، والله العظيم يعني ايه ده ايه ده، ايوه كده والله. لما ايه، لما بقعد اسمع، كنت اي حد على اليوتيوب مثلا او اي حد كده، وها يا ولاد صوتي واصل، يا ولاد البرزنتيشن ظهر، كنت قاعد اقول ايه الهلس ده، يعني ايه الاوفر ده. طب ايه ده، انا بعمل نفس الاوفر الاوفر. طيب كلنا كده تمام. طيب وماجد نورنا الدنيا اهو، تعالى يا ماجد، يلا هنبتدي بقى. لسه هنبتدي، كنا عمالين نهزر. طيب يلا نبتدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بما اني تعبانه وما نمتش بقالي 20 يوم. طيب احنا النهارده هنبتدي على ال great vessels of thorax. هو المفروض الجزء دوت يكون كماله محاضره امبارح. انتوا امبارح المفروض تكونوا اخدتوا البلمونري ترانك، احنا النهارده نكمل بقى الجزء ده، نكمل بعد البلمونري ترانك. يعني احنا من عند، لو على كتابكم القديم بقى، ما اعرفش بيج 63 اعتقد حاجه كده، ده القديم اللي معايا. طيب خلاص، طيب وزي ما اتفقنا البالمون ترانك ان شاء الله هسجلها لكم. طيب الاورطه، هنتكلم النهارده على الاورطه. ايه الاورطه ده بقى اللي كان مغلبنا؟ الاورطه ده مبدئيا هو اكبر ارتري في الجسم كله. خلاص الاورطه دوت، احنا بدانا خلاص يا ولاد، اكبر ارتري في الجسم كله. الاورطه دوت بيسبلاي الجسم كله، كل الجسم بما فيهم البرين، بما فيهم الثوركس، بما فيهم الهارت، بما فيهم الابدومن، كل حاجه. والاورطه دوت علشان هو بيروح في كل الحتت، فبسميه لاجزاء. في الثوركس مثلا بسميه ثوراسيك اورطه، في الابدومن هينزل في الابدومن فسميه ابدومينال اورطه. بقيه البرانشات اللي موجوده في اللور لمب وفي البلفز كمان برانشات من الاورطه، بس ما بنسميهمش حاجه غير ابدومينال، يعني ما فيش بلفيك اورطه. فالاورطه دوت هو بيطلع من الليفت فنتركل طبعا، زي ما اخذنا قبل كده الكلام ده، بقى كلام بدائي خالص، طلع من الليفت فنتركل وبيسبلاي الجسم كله بايه؟ اكسجينيتد بلاد اكيد. غير لما اخدت مثلا بالمونري ترانك امبارح، لما اخدنا البالمونري ترانك امبارح اكيد ان احنا كنا بدانا ان انا بجيب دي اكسجينيتد بلاد، طالعه من الرايت فنتركل بروح لللنج. خلاص؟ طيب لكن الاورطه دوت انا بتكلم ان هو كاري اكسجينيتد بلاد جاي من الليفت فنتركل لايه؟ لكل الجسم كله. طيب لما احنا اخدنا في البالمونري ترانك امبارح، يعني اللي ركز فيها امبارح، البالمونري ترانك كان طولها 5 سنتيمتر. هنحتاج الطول ده النهارده برضه، لان في حاجه ثانيه طولها 5 سنتيمتر النهارده. البالون الترانك طوله 5 سنتيمتر، لكن الاورطه انا بقول ان هو دوت اطول حاجه في ايه؟ اطول حاجه في الجسم كله، اطول ارتري في الجسم كله، بس هنحتاج رقم 5 برضه، ركزوا معايا. خلاص؟ طيب الاورطه دوت هو زي ما اتفقنا هو وايد ارتري، هو جاي من الليفت فنتركل. الاول هو موجود في الثوركس وبعد كده ينزل في الابدومن. الثوراسيك بارت بتاعه بقسمه لكذا جزء، بقسمه للاسندنج اورطه اللي انا مشاور عليه دوت، اللي هو اول جزء خالص، بعد كده في الاورتيك ارش، الارش اللي بيعمله، وبعد بعد كده الديسندنج ثوراسيك اورطه. ده الثوراسيك بارت. يعني ايه ثوراسيك بارت؟ يعني الجزء اللي من الاورطه الموجود في الثوركس. خلاص؟ طيب امال الجزء بعد كده اللي اسمه ابدومينال بقى، اللي هيدخل الجزء دوت؟ لا ده ابدومينال مالناش دعوه بيه دلوقتي خالص. يبقى انا بتكلم على الاورطه، عرفت ان هو ارتري كبير قوي قوي، هو هيسبلاي الجسم كله، كله الجسم هيسبلاي باوكسجينيتد بلاد. دي اول نقطه. ثاني نقطه ان الاورطه دوت متقسم لثوراسيك بارت وابدومينال بارت. الثوراسيك بارت اللي احنا بنتكلم فيه هو دوت اللي متقسم لاسندنج وارش و descending thoracic. الثوراسيك بارت بتاعه متقسم لثلاثه، ascending والارش والديسندنج.
لما نيجي ناخد ان شاء الله الجي اي تي هقول لك ان في برانشات في الـ في ارتبس في الابدومين مهم اسمه ابدومينال اورتا، مش هناخده النهارده بقى. طب ما كنا ناخد بقى الاورتا ونكمل بقى الاورتا الابدومينال بارت كمان طالما احنا في مديور الكارديو باسكولار، وناخد البرانشات منه اللي طالعه في الهيد ونيك. احنا اوريدي هناخد البرانشات منه اللي طالعه في الهيد ونيك، هناخد منه كل برانشات الهيد ونيك كلها طالعه منه. لكن لما جينا هنيجي في الابدومين هناخد البرانشات بتاعته، عشان انتوا عارفين مش عايزين نتقل عليكم شويه، عايزين تبقى الدنيا بسيطه كده خلاص. طيب انتقل عليكم انا بالطريقه اكيد. طيب فاحنا اتفقنا هو كان اطول ارتري في الجسم، هو كان كاري اوكسجينيتد بلاد من عند الليفت فنتركل للهول بودي، ما كناش محتاجين ان احنا نرسم الرسمه ديت ونقولها، واقول لك ان هو كان طالع من الناحيه الشمال وهو بيلف من الليفت فنتركل اهو، وهو طالع بيعمل ارش الاول كل دوت الثراسك اورتا اللون الاخضر ده، وبعد كده كل اللون دوت اسمه ابدومينال اورتا. بيدخل ما بين ايه عشان يدخل في الابدومين؟ الحاجه الفاصله، الحاجه الحاجبه، الحاجه الحاجزه اللي ما بين الثوركس وما بين الابدومين كان اسمها الديافرام. برافو عليكم. فهو بيدخل من الديافرام في الميدل لاين كده بالظبط، فبقى اسمه ابدومينال اورتا. خلاص كده. طيب الثراسك بارت قسمتيه لايه؟ قسمناه الاسندنج، وبعدين عملنا ارش، وبعد كده ديسندنج. اسندنج وارش وديسندنج، كل الكلام ده في ايه؟ في الثراسك اورتا. فاكتب فوقيها فوق ان احنا بنتكلم على الثراسك اورتا، ما بتكلمش على الاورتا كلها كده. خلاص؟ يعني التقسيمه بتاعتنا ديت الثراسك الاسندنج والارش والديسندنج ده للثراسك اورتا. خلاص كده؟ طيب. نفس الكلام بقى انا طالع من ليفت فنتركل اهوت واتقسمت لثلاث اجزاء الاسندنج والارش، وبعد كده رجعت لورا باسم ديسندنج ثراسك اورتا، ورجعت دخلت في الديافرام باسم ايه؟ ابدومينال اورتا. كل الكلام دوت يعني عبيط جدا، اي حد هيعرف يقراه ما فيش فيه صعوبيه. امبارح لما اخذنا البلمونري ترانك كان طوله 5 سنتيمتر، اكتب كده جنب الاورطه جنبيه الثلاث حاجات اللي هقولهم النهارده اللي طولهم 5 سنتيمتر اللي مهمين. خلاص ركزي يا ورده، في اوقات حاجات في الريتن بتبقى مهمه، وفي اوقات حاجات في الام سي كيو مهمه، الحاجات الايه اللي تطلقت كده. احنا قلنا بالمونري ترانك طوله 5 سنتيمتر، واحد. تاني حاجه طولها 5 سنتيمتر النهارده هناخدها هو الاسندنج اورطه. خلاص؟ طيب. اللي بيقولوا بيسرعوا الفيديو بتاعي، بيتسرعوا الفيديو بتاعي ازاي؟ اما انا نفسي مش مستحمله صوتي السريع. انتوا بتسرعوا بقى الفيديو ازاي؟ مش عارف. لا مش ازاي الميكانيزم، انا فهمت فاهمه ازاي بتسرعوه، بس اقصد تسرعوه ليه؟ ما هو اصلا سريع خلق. بس ماشي ماشي. طيب الاسندنج اورتا بقى نتكلم عنه. الاسندنج اورتا عايز اقول لك ان هو الاسندنج اورتا طوله 5 سنتيمتر نمره واحد، هو حته صغيره قوي، حته صغيره قوي الاسندنج اورتا دي اول حاجه خالص طالعه من الليفت فنتركل هتبقى هي الاسندنج اورتا. هو فين احنا؟ فين يمين وفين شمال وفين فوق وفين تحت؟ ادي الهارت خلاص، ادي الرايت فنتركل وادي الليفت فنتركل. ما اقولش هارت بقى، يعني دي الهارت دي اي حد يقولها في الشارع، لكن الرايت فنتركل اهو واجي الليفت فنتركل. الرايت فنتركل كان طالع منه البلمونري ترانك اتقسمت يمين وشمال، واجي الرايت اتريم واللي كان فوقيه السوبيريور فينا كيفا اللي جايب الدم من فوق هناخده النهارده. طيب الهارت دوت متحوط بحاجه اسمها الله الله البريكارديوم، وكان متحوط بحاجه لير الاول اللازقه فيه اسمها الفيسرال لير، واللي بعيد عنها كان اسمها بارايتال لير، عملوا شويه ريفليكشن جننوا اللي جابونا اهم اللي فوق دول كلهم اللي كانت اسمها ريفليكشن، دي اللي كان اسمها الساينسز صح. طيب وادي كده الخط دوت اللي مشاور ده عايز يشاور لنا يغزنا، معلم مش عنواننا النهارده، عايز يغزنا ويطلع لسانه اهو، انا الترانسفيرس ساينس اهو يا اولاد، انا الترانسفيرس ساينس اللي جاي ورا الاثنين دول ورايح ايه قدام السوبيريور فينا كيفا. طيب خلاص. طيب دلوقتي الاسندنج اورتا دوت هو عايز يقول لك ان هو كل الطول بتاع الاسندنج اورتا موجود جوه حاجه اسمها فايبرس بريكارديوم. فين الفايبرس بريكارديوم في الرسمه دي؟ لو انا قلت لك ده كده الفيسرال واللي ورانا البرايتال، فاللي بره خالص خالص هي دي الفايبرس بريكارديوم. وخلي بالك المره اللي فاتت لما جيت اقول لك في البريكارديوم قلت لك الفايبرس بريكارديوم هو بيحوط الهارت بس، الهارت بس كده ويخلص، ولا الروت اوف جريت فيسلز؟ الروت اوف جريت فيسلز معايا. ده حتى كمان اقول لك حاجه ثانيه، لما جينا اخذنا في البريكارديوم قلت لك الفانكشن بتاعت البريكارديوم ايه؟ الفيسرال اللي جوه، الفيسرال اللي جوه او البرايتال الاثنين دول الفكره بتاعتهم يعملوا لوبريكيشن، يعني يزحلقوا الاورجنز على بعضيهم، يزحلقوا الهارت كده ما يبقاش يحصل له فريكشن، ما يضايقهوش في الحركه. لكن الفايبرس بريكارديوم اللي هو التاف دوت يكون ماسك هنا لازق هنا ويكون لازق هنا. طب اما انت لازق هنا ولازق هنا فدوت يعمل ايه؟ انت شادد البلمونري ترانك كده، وانت شادد السوبيريور فينا كيفا كده، وانت ماسك في الاورطه من ورا ومن قدام، اما انت شاددهم كده فانت بتخلي الماوث بتاعه الجريت فيسلز اوبن. علشان كده الجمله دي مهمه قوي، الهول لينث بتاع الاسند الاورطه موجود جوه الفايبرس بريكارديوم، ما تسيبهاش بقى كده، اكتب جنبها ان هو موجود جوه الفايبرس بريكارديوم. فما تنساش ان انا عشان انا ماسك في الادفنتيشي اوف جريت فيسلز، ادفنتيشي يعني الكفر اللي عليها،
عشان اخلي الماوث اوف جريت فيسلز ايه اوبن، والاسن الاورطه دوت اكبر جريت فيسلز معانا، ده اللي هيكمل بالاورطه كله. خلاص كده. طيب ايه الكورس بتاعك بقى يا اورطه؟ ايه الكورس بتاعك؟ انا الاورجن الاول بتاعي، الاورجن بتاعي انا جاي من عند الاورتيك اورفيس. ايه الاورتيك اورفيس دي؟ اللي هي الاورتيك اورفيس يعني الاورتيك اورفيس اللي هي بدايته نفسه، بدايه المخرج بتاعه. فاكرين لما احنا اخذنا، مش فاكره ان انا جايباها ولا لا، لما احنا اخذنا في اسمه ايه، في الاورتيك فالف، وكنا عرفنا ان الاورتيك فالف دوت كان بيطلع بايه، انتيرير، واحده انتيرير واثنين بوستيرير، هي دي كلها اسمها الاورتيك اورفيس. امال اللي ماسك فيها الكاسفس ديت اسمها ايه؟ ده اللي اسمه اورتيك فالف. يعني احنا الفتحه نفسها اسمها اورفيس، عشان ما تلخبطوش، الفتحه نفسها اسمها الاورفيس، لكن اللي ماسك فيها الفالف. فلما اجي اقول لك البيجننج بتاعي بادئ منين، بادئ من عند الاورتيك اورفيس. طب انت بادئ منين؟ انا بادئ من ناحيه الشمال، انا جاي شمال من عند الليفت فينتريكل، جاي ناحيه الشمال، بس جاي ناحيه الشمال تقريبا تقريبا عند الليفت بوردر بتاع الاسترنال. طب فين؟ عند زي ما اخذنا السيرفس اناتومي بتاعه، كان عند الثالث ليفت انتركوستال سبيس. فاكرين لما قلنا البموت، قلنا البلمونري الاول وبعدين قلنا الاورطه، صح؟ هنا كان الثالث ليفت سبيس، البلمونري كان ثالث ليفت كوستر كارتليج، هنا كان ثالث ليفت سبيس. يعني دي اخذناها قبل كده الجمله دي، بس انا بقول لك ان الاستن الاورطه هو الفكر زي ما انت شايف كده اهو، هو عايز يكمل على الارج. فيبقى هيعمل ايه؟ هو بادئ من عند الثيرد ليفت فعلا اخذناها، بس هو هيمشي ابورد ورايح ناحيه اليمين، ينتهي فين؟ ينتهي عند سكند رايت، سكند رايت كوستال كارتليج. حد كان فاكر حاجه؟ فاكرين لما اخذنا في الاسكالتاتوري اريا وقلت لك ان الاورطه رغم ان هو طالع من هنا بس احنا بنسمعه هنا، وقلت لك ليه بنسمعه هنا؟ علشان ده ضغط الدم وانا طالعه كده 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 كده، وباجي اغير الكيرف بتاعي، هو دي اكتر حته بيبقى فيها الصوت عالي، فهي دي الحته اللي احط عندها السماعه واسمع الاورطه فيها. فجيت قلت لك خلي بالك السيرفس اناتومي بتاع الاورطه هو من الثيرد ليفت، بس انا بسمعه فين؟ في السكند رايت سترنو كوستال جانكشن، صح؟ طيب فاحنا كده بقى جنبينا، يبقى احنا كده زودنا حاجتين في الجزء ده. اسمعني بس البتاع فصل. معلش معلش بس بحط تشح. طيب احنا كده زودنا حاجتين في الجزء دوت، ان انا قلت لك جمله الفايبرس بريكارديوم ديت كان ليها معنى، تاني جمله ال 5 سنتيمتر هتهايلايت عليها، ثالث حاجه ان انا بدات عند الثيرد ليفت، ده السيرفس اناتومي بتاعنا اللي اخذناه، ما قلناش جمله زياده، انتهيت عند السكند رايت، ما تسيبهاش وتجري، اكتب لي جنبها ان السكند رايت، وعلشان كده عشان هو بيبيكام الاورتيك ارش، بيكمل الاورتيك ارش، فاللفه بتاعت الدم وهي بتلف كده ديت هتعمل لي صوت عالي، وده كان سبب ان الاسكالتاتوري اللي في المكان ده. يبقى اوبزيت ثيرد ليفت كان ليها معنى، وينتهي عند السكند رايت كان ليها ايه؟ كان ليها معنى تاني. طيب نيجي بقى عند الريليشن بتاع ادي الثيرد ليفت وادي ايه الثيرد رايت، عامله لكم قلوب عشان اقول لكم ان انا ايه، ان انا بحبكم. خلاص. طيب انتهيت فين؟ انتهيت عند السكند رايت كوستال استنى كوستال جانكشن باي بيكامينج ايه، انا بقيت خلاص الارج في اورطه، يعني انا مشيت حته صغيره قوي، ده كله الاسندر، وانا بعد كده كملت الارج، بدات من الشمال وانتهيت ايه عند اليمين. طيب ايه الريليشن بتاعتي بقى؟ الريليشن بتاعته مهمه شويه، وشويه صراحه مش ظريفه قوي. الريليشن بتاعتي الاول اللي مجنناكوا، اللي مجنناكوا واللي عمالين كل شويه تسالوا فيها، ادي دوت الهارت انا شايفه ايه الاول؟ انا شايف ادي كده ناحيه الشمال وادي ناحيه اليمين. مين الحاجه اللي بره اللي مغطياني خالص خالص لغايه الروت اوف جريت فيسلز، وهي فيري تاف وحاجه تخينه؟ هي دي الفايبرس بريكارديوم. جميل. طيب ده مين ده؟ انا كده يمين، يبقى ده رايت اتريوم. امال مين الاوركل ده؟ رايت اوركل. امال مين ده؟ كل ده اسمه ايه؟ رايت فينتريكل. امال مين ده؟ الليفت فينتريكل. طب فين البلمونري ترانك؟ البلمونري ترانك طالع من رايت فينتريكل، اهو اهو انا فاصله بس قطعاه. طب امال فين الليفت اوركل؟ اهو ادي الليفت اوركل اللي فوق الليفت اتريوم، صح؟ اللي فوق الليفت فينتريكل اللي جاي من الاتريوم، والاتريوم كان عامل البيز فانا مش شايفاه هنا. طيب فين الاسندنج اورطا؟ اهو. فين الارش؟ ادي الاسندنج اسندنج. فين الارش؟ اهو. عشان كده واخد بالك ان الاسندنج اورطا كل اللينف بتاعه موجود جوه الفايبرس بريكارديوم. طب فين السوبيريور فينا كيفا؟ اهو، صح؟ اهو مثلا السوبيريور فينا كيفا لما هناخد كمان شويه هقول لك انه جزء منه فوق وجزء منه تحت، مش كله جوه الفايبرس بريكارديوم زي ده. طيب انت عايزه بس تقول لنا ايه يا دكتور في الرسمه دي؟ عايز اقول لكم ان هو دوت الانفانديبولوم اللي مضايقكم قوي. الانفانديبولوم ايه؟ الانفانديبولوم ده بتاع الرايت فينتريكل. الانفانديبولوم يعني هو حاجه عامله زي الكون، حاجه عامله زي المخروطه كده، حاجه عامله من تحت واسعه وجاي من فوق ضيقه. الانفانديبولوم بتاع الرايت فينتريكل عايز اقول لك ان الرايت فينتريكل كله اهو، الجزء اللي بارز منه، الجزء اللي نهايه الاكزيت بتاعه، المخرج بتاعه قبل ما يطلع للبلمونري ترانك، الجزء دوت اسمه انفانديبولوم.
او اسمه التاني كونس ارتريوزس. ليه اسمه كونس ارتريوزس؟ لانه عامل زي الكون وهو طالع منه البلمونري ترانك. فالكونس ارتريوزس هي هي الانفانديبولوم، هي هي بدايه البلمونري ترانك قبل المخرج بتاعه، قبل المخرج بتاعه من الـ من الرايت فينتريكل، او نهايه الرايت فينتريكل اللي هو الاوت فلو بارت اوف رايت فينتريكل. اكتبها والنبي جنبيك عشان قلبي يستريح. كونس ارتريوزس ايكوال انفانديبولوم اوف رايت فينتريكل ايكوال الاكزيت او المخرج بتاع الاوت فلو بارت اوف رايت فينتريكل ايكوال بدايه البلمونري ترانك قبل البلمونري ترانك على طول ما يطلع. مش البلمونري ترانك شخصيا، لا الجزء اللي تحت دوت اللي تحت البلمونري ترانك. طيب حد شاطر كان فاكر الاسندر الاورطا كان ادى برانش هنا كان جاي من الانتيريور اورتيك ساينس سميناه ايه؟ رايت كوروناري. والناحيه الثانيه الليفت بوستيريور اورتيك ساينس كان ادى برانش ثاني سميناه ليفت كوروناري. احنا دلوقتي عايزين ناخد الريليشن بتاعته. لو انا قلت لك انتيريور ليه، هو فين الارتر بتاعنا؟ اهو ادي الاسندر الاورطا اهو طلع من الليفت فينتريكل ومحشوره هو وراهم، فانا مش شايفه كل الانتيريور لانها محشوره بمين؟ بالانفانديبولم اوف رايت فينتريكل اهو اللي مضايقكم ده، الانفانديبولم اوف رايت فينتريكل. ومين كمان؟ هل بس؟ لا كمان بالروت بتاع البلمونري ترانك. فين الروت بتاع البلمونري ترانك؟ هو يعني الاثنين بس اتعكسوا سوا، يعني دوت الانفانديبولم ودوت الروت، يعني اللي ياخدها البرزنتيشن بس يعكس الانيميشن بتاعتي. انا بسيبها لكم مفتوحه علشان اللي عايز يغير حاجه، مش يغير يعني اللي عايز يلعب. خلاص الانفانديبولم اللي هو الجزء اللي تحت دوت والروت بتاع البلمونري ترانك اللي فوقيه على طول، هي مقفوله بيهم الاثنين. ومين كمان هيكون قافل عليها؟ مين ثالث حاجه قافل عليها؟ اهو اللي جاي بيضحك لنا ده، الرايت اتريوم. لو انا شلت كده ده، لو انا شلت ده كده الرايت اتريوم والاوركل، انا بعداهم هنا علشان اشوف الرايت كورونري. لكن انا لو مرجعاه ده كده تاني مكانه يبقى هو هيبقى انتيريورلي. فاهمين يا اولاد؟ يعني الرايت اوركل دوت هو جاي قدامه، بس الحركه ديت انت عاملاها يا دكتور ده جاي على الرايت سايد. ايوه انا اللي عامله له كده ريفليكشن، اللي رسم الرسمه دي عامله ريفليكشن علشان ايه؟ بس اشوف ايه الرايت كورونري هو ده. خلاص يبقى ليا ثلاثه ريليشن، الانفانديبولوم والروت والاوركل. سهلين دول ما فيش فيهم حاجه. طيب خلي بالك من حاجه، انت في اي ريليشن لما تيجي تقول هنا الاسندر الاورطه او البلمونري ترانك او السويرو فينكيفا او البين هنا، ما تنساش ان انت تقول اللانج معاك. ها ما تنساش تقول اللانج اليمين طبعا لو انت على اليمين، او اللانج الشمال لو احنا ناحيه الشمال. فاللانج مثلا هنا الاسندر الاورطه، اللانج ديت نتر وهو بيرسم الرسمه ديت وعامل ريفليكشن للانج كده، اللانج لازم تكون جايه مغطيه هنا. مش احنا اتفقنا ان الاثنين بوردر بتوع اللانج بيكونوا مغطيين على الهارت كله داير ما يدور، ما عدا بس في حته صغيره كده عند الليفت لانج، الحته دي اللي اسمها البير اريا. فاي ريليشن هنا لو انا نسيت اقولها فانت ايه تروح كاتبها. وديت هقولها لكم النهارده في اخر المحاضره، ان الريليشن الكتيره بتاعت الفيسلز اللي هناخدها النهارده ما اقعدش اذاكرها كلمه كلمه بقى، يعني ايه احاول افهم الفكره العامه الاول. يعني زي الجزئيه دي مثلا مش لازم خلاص اكتبها بقى، الحاجات اللي انا ممكن انساها هي اللي هايلايت عليها. طيب خلاص، فالانتيريور بوردر طبعا طبعا هيكون جاي مغطي عليها، مش محتاجين نقولها دي. اللانج واللي مغطيها من بره اللي هي مين؟ اللي هي البلور. طيب مين بوستيريور بقى؟ احنا كده حطينا اهو كده الهارت لوحده، وادي الديافرام، والديافرام هينزل كده من النص منه الاورطه ويكمل الابدومينال اورطه. طيب ادي مكان هنا اللانج اهو، ادي مكان اللانج، وادي اللانج اهي موجوده اللانج، انا شايله اللانج واللي متغطيه بيها الابيض دوت هو ده البلور. طب معلش بس عشان الجمله واقفه في زوري، معلش معلش. اللانج موجوده هنا، ارجع للرسمه اللي فاتت، اللانج موجوده هنا اهو، اللانج موجوده هنا، وادي البلور صح؟ شايفين الحته دي؟ شايفين الحته دي؟ اهي اهي هو ده الريسس بتاع البلورا، اسمه بلورا ريسس. يعني ايه بلورا ريسس؟ يعني مكان متساب فاضي لما اللانج تيجي تكسباند في الفول انسبيريشن تيجي في الريسس ده تملاي المكان ده كله. لكن اللانج العادي في الانسبيريشن العادي بتاعنا مش محتاجه انها تمسك في المكان ده كله. هنا كده اهو هو ده الريسس، بص نازل لغايه فين؟ هو ده الريسس. جت في الرسمه يعني، انا متهيألي كنت جايب الرسمه دي لحاجه ثانيه. طيب وانا عايز اجيب ايه هنا؟ مش فاكر لغايه لما افتكر. طيب بوستيريور، بوستيريور للاسندر الاورطه، هو فين الاسندر الاورطه الاول؟ انت فين؟ سوبيريور فيناكيفا، رايت اتريوم، ادي رايت فنتركل، ادي ليفت فنتركل، ادي بالمونر ترانك صح؟ طيب فين الاسندر الاورطه بتاعك؟ اهو. انا عايز اعرف ايه اللي وراه؟ ايه اللي ورا الاسندر الاورطه؟ لا بقى، لا بقى ده الكبير بتاعنا بقى اللي جننا، اللي جننا اللي كان الساينس اللي ما بين البالمونر ترانك والاسندر الاورطه لغايه السوبيريور فيناكيفا، كان اسمه ايه؟ اسمه ايه الساينس ده اللي كان ماشي بالعرض؟ الترانسفيرس ساينس بتاع البريكارديال. كان فصلوا من ايه وايه؟ فصلوا بين الاتريوم اللي هنا اللي في اللي ورا الرايت اتريوم، والاتريوم اللي كان ورا هنا اللي هو البيز المينلي الليفت اتريوم. طيب خلي بالك من حاجه، انا بوستيريور ليا، انا ورا الاسندر الاورطه بوستيريور، هلاقي في مين اللي ورايا؟ لو انا كده مكان النور مين ورايا؟ مش ده كان البالمونري ترانك؟
وادي الليفت بالمونري ارتري اللي رايح للنج الشمال، وادي الرايت بالمونري ارتري اللي رايح للنج اليمين. مين فيهم اللي ورايا؟ مين فيهم اللي ورايا؟ الرايت بالمونري ارتري اهو. طب خلي بالك من حاجه، مش ديت عندنا التراكيه؟ التراكيه اهي، احنا عندنا النوز وبعد كده حاجه اسمها اللارنكس وبعد كده التراكيه. ايه التراكيه دي؟ التراكيه ديت اللي بترجع تتقسم رايت برونكس وليفت برونكس وتروح للنج، خلاص المجرى الهوائي. لكن اللي وراها ديت الاسوفيجس، الاسوفيجس هو اللي بينزل بعد كده يجوين الاستومك، الماوث كافيتي وبعد كده الفارنكس وبعد كده الاسوفيجس وبعد كده الاستومك، عشان لو حد تايه بس. طيب التراكيه ديت هي المجرى بتاعت الهواء، التراكيه المجرى بتاع الهواء، ادي التراكيه ماشيه وراها اتقسمت لايه؟ لرايت مين برونكس وليفت مين برونكس. ليه رايت مين برونكس وليفت مين برونكس؟ هناخد الكلام ده قدام بس عشان محدش فيكم يتوه. مين برونكس او برينسيبال برونكس اللي هي البرونكس الرئيسيه اللي اتقسمت من التراكيه. طب هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بعد شويه هترجع تتقسم لاثنين ثلاثه وبعد كده ثلاثه ثاني وبعد كده وهكذا، ليها كذا تقسيمه بعد كده. فالتقسيمات اللي بعد كده ما اسمهاش برينسيبال برونكس، لكن اللي كانت طالعه من التراكيه على طول هي دي اللي اسمها مين او برينسيبال برونكس. فممكن بقى يا دكتور تقول لنا البوستيريور ريليشن عشان احنا تهنا لو سمحت. الاول الترانسفيرس ساينس، الترانسفيرس ساينس اللي وراهم الاثنين. نمره اثنين التراكيه. طب هل هتبقى التراكيه لوحديها ولا التراكيه والقسمه بتاعتها اللي هي الرايت برينسيبال برونكس؟ رايت برينسيبال برونكس. نمره ثلاثه ادي تراكيه اهي، فالتراكيه شخصيا هي مش وراهم، لكن مين الديفيجن بتاع التراكيه اللي هو الرايت مين برونكس. خلاص طيب يعني ديت ممكن مش صح قوي بالسيريو، ما تكتبليش التراكيه قول لي الرايت مين برونكس اللي صح. طيب امال مين الارتري اللي وراها؟ الرايت ايه؟ الرايت مين برونكس. طيب مين الارتري اللي وراهم؟ مين الارتري اللي اسمه رايت بالمونري ارتري. خلاص يا ولاد. طيب يبقى انا تعال نقول كده تاني عشان انا حاسسكم تايهين مش عارفه ليه. انا قدامي كان ثلاث حاجات، الانفانديبلم والروت اوف بالمونري ترانك والرايت اوركل. رجعنا نشوف بس، وطبعا الرايت لانج والبلورا ما ننساهوش. رجعنا نشوف ايه اللي وراها، عرفت ان اللي ورايا الرايت مين برونكس ومعايا حاجه رايت برضو اللي هي رايت بالمونري ارتري، وما نسيناش الحاجه الغلسه اللي كان اسمها ترانسفيرس ساينس. خلاص طيب مين على يميني ومين على شمالي؟ ايه يا دكتور احنا هنصاحبهم يعني على يميننا وعلى شمالنا وفوقنا وتحتنا؟ معلش على يميننا سهل والله، ادي الاسنان الاورطه. مين على يميننا؟ تحت ايه طيب وفوق ايه؟ على يميننا الرايت اتريوم والاوركل بتاعنا تحت والسوبيريور بنكيفا فوق، سهل ما فيش فيها حاجه. طيب على شمالنا، على شمالنا مين؟ على شمالنا البلمونري ترانك اهو، البلمونري ترانك شخصيا بقى، شخصيا البلمونري ترانك. ومين كمان؟ الليفت اوركل والليفت اتريوم. فين الليفت اتريوم والليفت اوركل؟ الاوركل من ورا، الاوركل انا مش شايفاه، والليفت اوركل كمان. ايه بس الليفت اوركل دوت يعني بعيد شويه، فمعلش خلينا الليفت اتريوم وسيبنا من الاوركل. خلاص؟ طيب ممكن في الرسمه اللي فاتت دي تكون باينه لنا الاوركل احسن شويه. يعني وانا طالعه كده لو انا شلت الروت بتاع البلمونري ترانك، احنا اتفقنا اجر اسندر اورت اهو، فين الاوركل وفين السبيرو فينكيفا؟ لو على الرايت سايد يبقى الاوركل اهو على الرايت سايد والرايت اتريوم من تحت، الاتريوم يعني، لان الاوركل ده جاي على قدام اكتر. فالاتريوم والسبيرو فينكيفا فوق. طب لو انا جيت على الناحيه الشمال، على الناحيه الشمال هلاقي الروت في بالمونري ترانك صح، ولو جنبيه بس سنه كده الروت بتاع البالمونري ترانك بعد سنه يبقى الاوركل هي الاكتر الليفت اتريوم. عايز تمشيها الاوركل معاها كمان خلاص. خلاص طيب نرجع نكمل. يبقى انا بوستيريور عرفت المين برونكس والمين بالمونري ارتري. الايه هو المين بالمونري ارتري؟ نفس الفكره، المين بالمونري ارتري اللي هو البالمونري ارتري الاساسي اللي اتقسم من البالمونري ترانك، وبعد كده بيرجع يتقسم بقى حاجات ثانيه. لا انا بتكلم على البرانش الرئيسي منه. خلاص طيب ادي حبيب حبيب قلبي حبيب قلبي، ادي اهو البالمونري ترانك اتقسم للاثنين، وادي الاسند الاورت اهو بدايه الاورت اورفيس، وادي هيكمل الارش في اورت. طيب فين السبيرو فينكيفا اهو؟ امال مين الساينس الرائع اللي ورا ده؟ هو ده الترانسفيرس ساينس. عشان كده بوستيريور ما ينفعش انسى اقول ايه الترانسفيرس ساينس. خلاص كده يا ولاد. طيب على جنبيه يمين كانت السبيريور فينكيفا والاتريوم، على جنبيه شمال البلمونري ترانك والليفت اتريوم. خلاص كده. طيب على الرايت سايد كان السبيريور فينكيفا وكان الرايت اوريكل، يعني الرايت اوريكل اقدر اقول عليه انتيريور اكتر، مش على الرايت سايد لو في كتابنا مش كاتبها الاوريكل خلاص، والرايت اتريوم والرايت اتريوم. تمام. طيب هتقولوا لي يا دكتور طب ما هو الرايت اوريكل كده هو جاي قدام ولا جاي رايت؟ جاي الاثنين، يعني الرايت اوريكل جاي كده على قدام وجاي كمان على الرايت، ما هو الرايت اوريكل مش هتصنن. نفس الفكره الليفت اتريوم، الليفت اوريكل، الليفت اوريكل هتلاقيه جاي على شمال بعد البلمونري ترانك. خلاص نفس الفكره، هو مش هتصنن. طيب على الليفت سايد
لو انا فين الاسند الاورطه، انا الرسمه دي ازاي الاول؟ انا كده بص على شمال الراجل ده، يعني ادي كده الارش في اورطه اهو والسوبيرور فينا كيفار، وادي البلمونري ترانك اهي اللي طالع من الرايت فنتركل، وادي الليفت فنتركل اهو، وادي الليفت اتريوم اهو، بص ادي الليفت اتريوم اهو، وادي الميترال فالف، وادي الليفت فنتركل. تمام. طيب مين اللي على شمالنا؟ على شمالنا الاول الليفت اتريوم، نادي الاسندنج اورطه، لو دخلت شمالنا كده مين هيبقى الليفت الليفت اتريوم صح، ومعانا مين؟ ومعانا الليفت اوركل بتاعه، ومعانا مين كمان؟ ومعانا البلمونري ترانك. في كتير منكم هيقولوا لنا ايوه بس يا دكتور انا عايزه اللي جنبيه على طول. اه يعني انا عايزه الحاجه اللي جنبيه على طول، مش لازم ادخل لغايه الحيطه عندك، يعني الحاجه اللي جنبيه على طول هي طبعا البلمونري ترانك. والله كملت بقى وقلت الليفت اتريوم والليفت اوركل تبقى حلوه قوي، خلاص. بس هي زي ما قلت لك كده الرسمه الاحلى اللي انت تتخيلهم فيهم كلهم هي دي، مين قدامنا ومين على يميننا ومين على شمالنا، خلاص كده. نيجي للبرانش بتاعت الاسندنج اورطه، مش هقولها ما تحاولوش. البرانش بتاعت الاسندنج اورطه اخذنا الرسمه ديت كتير، وقلت لك رسمه مهمه، ده كان البلمونري ودوت كان الاورتك ودوت كان المايترال وده كان التراكسفيد. فين البلمونري؟ اهو دي الاورفيس نفسها اللي فيها الفايبرس رينج، وديت الكاسبس الثلاثه اللي موجوده فيها، كان ليها واحده، كان ليها اثنين انتيريور سوري، واحده ناحيه الليفت، ليفت انتيريور وليفت ورايت انتيريور، وواحده بس بوستيريور، ده بالنسبه للبلمونري. طيب بالنسبه للاورت كان في فايبرس رينج اهي، والفايبرس رينج ديت كان في واحده بس انتيريور، انتيريور اورتك ساينس، وليفت بوستيريور ورايت بوستيريور. ادي كده دوت كان الترايكسبت فالف كان ثلاثه، كان انتيريور وبوستيريور وسبتال، كان الميترال فالف كان اثنين، كان انتيريور وبوستيريور بس. وجيت قلت لك ان خلي بالك ان في اطالس كتير وفي كتب كتير بيروحوا مقسمين ان البلمونري واحده انتيريور واثنين بوستيريور، ويقسموا الاورطه اثنين انتيريور وواحده بوستيريور. في هتلاقي كتب كده ورسومات ماشيه كده، بس احنا اللي بنمشي بيه ان احنا عندنا البلمونري هي اثنين انتيريور واحده بوستيريور، والاورطه واحده انتيريور واثنين ايه؟ واثنين بوستيريور. خلاص؟ طيب هي على حسب الفيو، يعني انا بص عليها من هنا ولا على حسب انا بص عليها من هنا. بس احنا مالناش دعوه بخناقاتهم مع بعض، احنا نمشي زي ما مكتوب معايا. طيب وكنا قلنا ايه البرانشز اللي كانت طالعه منها؟ طب انا عندي من الانتيريور اورتيك ساينس كان ايه البرانش اللي كان طالع؟ الانتيريور اورتيك ساينس كان اسمه انا عكستهم لي كده. الانتيريور اورتيك ساينس كان طالع منه الرايت كوروناري ارتري، والبوستيريور اور ليفت بوستيريور كان طالع منه الليفت كوروناري ارتري. معلش يا اولاد صلحوها لما تاخدوها، اكيد هكسل ان انا اصلحها وابعتها لكم تاني، فيعني ايه معلش اعذروني بقى. فنصلحوها ديت الرايت والليفت كوروناري، ولا اصلحها لكم لحسن حد يتلخبط وما يحفظها على كده، خلاص. فالرايت كورونري ارتي كان طالع من الانتيريور اورتيك ساينس، والليفت كورونري ارتي دوت كان طالع منين؟ من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس. وجيت قلت لك ان خلي بالك ان الاسندنج اورتا ما بتطلعش غير دول بس، ما بتطلعش غير البرانشين دول بس، وهي كان فيها الثلاثه دايليتيشن دول عند الكاسبس بتاعت الاورتيك فالف، ودي الثلاث دايليتيشن كانت بس موجوده فين؟ في الاسندنج اورتا، مش هنسمعهم تاني. طيب الرايت كورونري كان من الانتيريور، والليفت كورونري كان من الليفت بوستيريور زي ما قلنا. طب نيجي للارش اوف اورتا بقى، احنا كده خلصنا الاسن، نيجي للارش اوف اورتا. الارش اوف اورتا كاوريجن هو از كونتينيويشن اوف اسن الاورتا، وحط لك علامات استفهام كتيره بستفزك بيها، ايه يا دكتور الكلام الرزل ده؟ خلي بالك احنا دلوقتي قلنا ادي الهارت اهو صح، وانا باصه كده سجده الفيو شايفه المانوجرام السترناي اهو لسه ما اخدناهاش، وشايفه البادي بتاع الاسترنال جسم الاسترنال نفسه، وشايفه الزيفويد بروسس ده. فاحنا عندنا وادي الدايفرام اهو خلاص، وطبعا ده الفرتبرال كول. طيب المانوبريم السترناي ديت كان عندنا السوبرا سيرنال نوتش فوق مش مهمه، بعد كده عندنا الانجل اوف لويس اللي هي الاسترنال انجل نمبر 2 كوستال كارتلج، وديت كانت مهمه اللي بنبتدي نعد من عندها الريبس للسيرفس اناتومي او لحاجات كتيره. وكنا قلنا البلين دوت اللي من عند استرنال انجل من سكند كوستال كارتلج رجعته لورا لغايه 4 او 5، البلين دوت كان فوقيه سوبيريور ميدياستاينم وتحتيه كان انفيريور ميدياستاينم، وكان تحت الانفيريور ميدياستاينم قسمناه الانتيريور وميدل وبوستيريور. جميل قوي. طيب احنا دلوقتي انا بتكلم ان الارش اوف اورتا هيبتدي فين؟ احنا لما جينا قلنا الاسندنج اورتا، عارف الاسندنج اورتا بدا فين؟ بدا في الثيرد ليفت وانتهى في السكند رايت. يبقى انا اللي انتهيت بيه هبتدي بيه. يعني انا بدات هنا الارش اوف اورتا بدات في السكند رايت بوستر كارتج. جاي له رسمه احلى. السكند رايت بوستر كارتج. از ا كونتينيويشن اوف السندنج اورتا. يا دكتور ما انت بتعدي نفسك بقى تاني. طيب الاسند الارش في اورتا الكيرف بتاعه ازاي؟ جاي ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين؟ هقول لك حاجه بس اعرف لي بس عشان في الرسمه دي جايه كده، الارش في اورتا هينتهي فين؟ انا هنتهي عند الديسك اللي بتوين 4 على 5 باي بيكامينج ايه؟ ديسندنج ثوراسيك اورتا.
يعني كمان شويه لما اجي اقول لك ديسندنج ثوراتيك اورتا، انا بدات فين؟ انا بدات عند الديسك بتاع تي 4 لتي 5 as continuation of arch of aorta. نفس الفكره ascending aorta، انا الارش في aorta انا بدات فين؟ بدات عند السكند رايت كوستال كارتريج، سكند رايت كوستال كارتريج اهو اللي هو البرين بتاع السنر انجل، وانتهيت عند الديسك اوف 4 ل 5. يعني الرسمه ديت الافلالي ديت رسمه هايله جدا، فمبينه لك ان الارش في aorta موجود كله فين؟ الشاطر هيقول لي موجود كله فين؟ السوبيريور ميديستاينم. خلي بالك انا كده مع كده ان انا قلت لك الاسندريك اورتا كان موجود كله في الفايبرس بريكاردي، الارش في اورتا موجود كله فين؟ في السوبيريور ميديستاين، الارش موجود كله في السوبيريور ميديستاين. طيب الكورس هو هتيجي في رسومات ثانيه احلى، ان انا ماشيه ابورد وباكورد وتو ذا ليفت، بس هي اكيد احنا عارفينها، يعني احنا عارفينها من كذا رسمه اللي فاتت، بس جايه لنا رسومات ثانيه. انا ماشيه لفوق الارش ماشي فوق، وبعد كده بلف باكورد وتو ذا ليفت، بنزل بقى ناحيه الشمال. اذا كان الاسندر الاورطه طالع من الشمال لليمين، لكن الارش بتاع الاورطه بيلف ايه؟ بيطلع باكورد ويلف ناحيه الشمال. طيب انا بنتهي فين؟ انا بنتهي عند الديسك اللي بتوين 4 ل 5 باي بيكامينج اسندنج ثوراسيك اورطه. خلاص؟ طيب الارش اورطه زي ما احنا اتفقنا، انا طالعه كده من ناحيه الشمال بطلع ناحيه اليمين، ده الاسندر الاورطه، عشان كده كان من ثيرد ليفت للسكند رايت، وبعد كده بروح عامل الارش في اورطه، هو ده بقى اللي بيلف باكورد بس تو ذا ليفت. يعني ما لفيتش باكورد تو ذا رايت، لا بلفكت باك، لفيت باكورد تو ذا ايه؟ تو ذا ليفت. خلاص كده؟ ليفت سايد اوف تراكيه، هي فين التراكيه؟ ادي التراكيه اهي، التراكيه المجرى الهوائي اللي وراها مين؟ اللي وراها الاسوفجس، واللي وراها الفرتبرال كولون. اللي وراها الاسوفجس ده ينتهي عند الاستومك، المجرى بتاع الاكل. التراكيه دوت المجرى بتاع الهواء اللي بيرجع يتقسم لرايت من برونكس وليفت من برونكس. شايف بقى كل برونكس بتتقسم اهو، لكن انا لما بتكلم بقول لك دي رايت مين برونكس او البرنسبال برونكس، تمام كده؟ طيب ممكن تقول لي بقى الابر الريليشن، سوري، بتاعت الريليشن بتاعت الارش في اورتا. ريليشن سهله شويه بس هي مش سهله ولا حاجه، عشان بس ما نبقاش بنكذب قوي يعني، كده سامحنا يا رب. طيب اجي كده الليفت الرايت فنتركل، واجي الليفت فنتركل، واجي البلمونري ترانك، واجي الرايت اتريوم، واجي السبيرو فينيكيو. الرسم بس مكعبره شويه. طيب اجي الاسندنج اورتا خلصنا منه، اللي عرفناه ادانا رايت كورونري والليفت كورونري. الارش في اورطه، انا عايز اقول لك الريليشن بقى بتاعت الارش في اورطه. الابر كونفكس بارت، يعني ايه الابر كونفكس بارت؟ انت حاجه عامله ارش، فلازم يكون ليها جزء كونفكس وليها جزء كونكيف، صح؟ لو انت حاجه عامله ارش كده، لو انت حاجه عامله كيرف كده، كيرف، يبقى لازم ليها جزء كونفكس اللي فوق وليها جزء اللي تحت اللي كونكيف، صح؟ طيب، فاحنا بنقول لك الريليشن بتاعت ابر كونفكس بارت اللي فوق وليها اللور كونكيف. الابر كونفكس بارت اللي فوق فيها هلاقي فيها ثلاثه برانشات، الاوريجن بتاع ثلاثه لارج برانشز. فاكر في اول المحاضره لما قلت لك ان الاورطه دي هتدينا الدم للجسم كله؟ هتدينا الدم اللي رايح للهيد ونيك اسمه كومن كاروتيد ارتري، بس ده على الناحيه الشمال فاسمه ليفت كومن كاروتيد ارتري. هتدينا الدم اللي رايح للابر ليم اللي اسمه ليفت سبكليفيان، سبكليفيان يعني تحت الكلافيك، خلاص؟ ليفت سبكليفيان ارتري. يعني كومن كاروتيد ده طالع للهيد ونيك الناحيه الشمال، سب كليفيان ده طالع للابر ليمب الشمال. طب واليمين يعني ملوش حاجه؟ اليمين عندنا رايت كومن كاروتيد ارتري اللي هيجي الهيد ونيك الجزء اليمين اهو، ورايت سب كليفيان ارتري اللي هيجي الابر ليمب اليمين. يعني معنى كده ان انت عندك ليفت كومن كاروتيد ورايت كومن كاروتيد وليفت سب كليفيان ورايت سب كليفيان. طب ما هي يا دكتور دول اربعه برانشات، انت ليه كاتبه فوق ثلاثه؟ علشان الناحيه اليمين دول الاثنين بيتحدوا مع بعض يعملوا ارتري. الاول ما كناش عارفين له اسم، اول ما شافوه مش عارفين له اسم، فسموه النومينانت ارتري، يعني اللي ما يتسماش. النومينانت ارتري ده بعد كده رجعوا سموه بريكيو سيفاليك ارتري. يعني ايه بريكيو؟ بريكيوم يعني ايه؟ يعني دراع باللاتيني، اكتب جنبها بريكيوم يعني دراع. سيفاليك يعني ايه؟ سيفاليك يعني هيد او هيد او نيك يعني. فبريكيو سيفاليك ارتري اللي هو ده، او اللي هو اللي كان اسمه القديم النومينانت ارتري، اسمه اللي بعديه بقى اسمه بريكيو سيفاليك ارتري. يعني انت عندك الابر كونفكس بارت بتاع الاورتيك ارش، انت عايزه تقولي من الاخر ان هو ده ثلاثه برانش، ليفت سبكليفيان، ليفت كومن كاروتيد، بريكيو سيفاليك ارت او النومينانت ارت. البريكيو سيفاليك شخصيا الارتري بقى هو ده اللي اتقسم لرايت كومن كاروتيد ورايت سبكليفيان. يبقى انت بقى عندك الريزلت، عندك اربعه برانش بس هم طالعين من الاورتيك ارش بكام؟ بثلاثه. طب ايه كمان على الابر بوردر ده؟ ايه اللي على الابر كونفكس ده؟ هلاقي في فين زي الارتري بقى، في فين زي الارتري، واحد اسمه بريكيو سيفاليك فين، ليفت بريكيو سيفاليك فين ورايت بريكيو سيفاليك فين، اللي هم هيعملوا مين؟ السوبيريو فينيكيف. طب بريكيو سيفاليك فين دوت اللي هو ايه؟ بريكيو سيفاليك يبقى ده جايب الدم منين؟ جايب الدم من الابر ليمب سبكليفيان فين، وجايب الدم من النك من الهيد ونك الانترنال جاجلر فين.
انت باين لي اخدته الكلام ده ولا انا بيتهيألي اخدتهوش؟ لا، ليفت بريكيوسفاليك فين اللي هو جايب الدم من الهيد ونيك عن طريق فين اسمه انترنال جاجولار فين المهم قوي، وبين اسمه سبكليفيان فين نفس الكلام. طيب على الناحيه اليمين الرايت بريكيوسفاليك فين اللي هو جايب الدم من الهيد ونيك ومن الابر ليم، بريكيوسفاليك فين برضو الرايت جايب انترنال جاجولار فين من نص الهيد ونيك اليمين وجايب رايت سبكليفيان فين. طيب ممكن تقول لي مين اللي معدي عامل لهم كروسنج على الثلاثه الحلوين دول؟ مين اللي عامل كروسنج عليهم؟ هل الليفت ولا الرايت؟ لا الليفت. يبقى انا هكتب مين اللي عامل ابر كونفكس؟ الليفت بريكيوس فاليك فين، ده ران اوبليك عليهم هم الثلاثه. كمان دقيقه كده لما اجي اقول لك البريكيوس فاليك فين او اقول لك الريليشن بتاعته اقول لك خلي بالك هو وراه الاوريجن بتاع الثلاثه فيسلز. عشان كده النهارده المذاكره بتاعتنا كلها نبص على كام رسم ونحفظ الليله وخلاص، مش هقعد كلمه كلمه بقى نبص لها خلاص. طيب يبقى انا عرفت الابر كونفكس كان فيه الاوريجن بتاع الثلاثه والبريكيوس فاليك فين. طيب اللور كونكيف بقى، اللور كونكيف اللي هو اللي تحت بقى، اللور كونكيف ده فيه كذا حاجه. الاول البلمونري ترانك، البلمونري ترانك اللي هي دي، ايه البلمونري ترانك دي اللي طالعه من الرايت فنتركل، البايفوركيشن بتاعت البلمونري ترانك دي نمره واحد. تاني حاجه الليفت برنسبل برونكس، ازاي الليفت برنسبل برونكس يا دكتور؟ فاكر هنا، فاكر هنا ادي الارش اوف اورتا، مين اللور كونكيف اللي كان تحتيه على طول؟ الليفت برنسبل برونكس اهي، الليفت مين برونكس صح، الليفت مين برونكس. لما اخذنا الاسندنج اورتا كانت اللي ورايا الرايت مين برونكس، لفينا ناحيه الشمال بقت اللي تحتيه الليفت مين برونكس. خلاص كده؟ طيب ادي البلمونري ترانك اهو، وما ننساش ان ادي التراكيه هي بتتقسم، فانا شايفه جزء صغير اهو دوت الليفت مين برونكس. ايه كمان ورايا؟ هلاقي في ورايا المفروض ان احنا كان في النيرفز لو احنا اخذناها امبارح، النيرفز لما ناخدها يعني هنلاقي ان في شبكه من النيرف قدام الاورتيك ارش هنا اسمها سوبرفيشال كاردياك بلكسس، وفي شبكه ثانيه وراها تحت ورا الاورتيك ارش اسمها ديب كاردياك بلكسس. فاللي قدامنا سوبرفيشال كارديك بلكسس اللي تاخدها هنا، هي مش قدامنا، هي على تحت سوبرفيشال كارديك بلكسس، وبالسيريور هيبقى في حاجه اسمها ديب كارديك بلكسس. سيبها لي بقى لما نيجي ناخدها. السوبرفيشال كارديك بلكسس ديت عند اللور بارت، اللور كونكيف بارت بتاع الاورتيك ارش، لكن ديب كارديك بلكسس ديت قدام التراكيه، عشان كده هي ورانا. خلاص بما ان التراكيه ورانا يعني. طيب ايه كمان، ايه كمان عندنا في اللور كونكيف بارت ده؟ في اللور كونكيف بارت دوت هلاقي فيه ليجمنت بيربط ما بين الاورتيك ارش وبين البلمونري ترانك، هنشوفه دلوقتي. الليجمنت ده اسمه ليجمنتم ارتريوزم، ارتريوزم. ليه اسمه ليجمنتم ارتريوزم؟ لانه بيربط الارتري ده مع الارتري ده. ده كان موجود في الامبريولوجي وهنقول عنه حالا. اسمه ليجمنتم ارتريوزم. طيب في حاجه كمان عايز اقولها بقى عشان احنا تعبنا منك. احنا عندنا في نيرف هنا اسمه الفينجس نيرف. هي روقنا قوي النهارده، هيروقنا الليفت فيجس ده اهو، سواء الليفت او الرايت يعني، بس انا محتاجاه دلوقتي الليفت. الليفت فيجس نيرف ده كان هو اول هو فوق بيدي برانشات رايحه لللارنكس. ايه اللارنكس دوت؟ اللي هو المكان، اللي هو المكان الاير واي اللي فيه الفوكال كورد، اللي فيه الاحبال الصوتيه. الليفت فيجس دوت هيدي برانشات رايحه لللارنكس من فوق، وبعدين هيروح يقول لها خلاص بقى خلصت يا لارنكس. طيب ويروح نازل نازل نازل، انا رايح اسبلاي الهارت، محدش ليه دعوه، انا رايح اسبلاي الهارت. ديناي. انا رايح اسبلاي الهارت، محدش ليه دعوه. وبعدين هوب يفتكر ان هو ايه؟ ان كان عايز يدي برانش تاني لللارنكس. يروح يمشي 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 ويطلع يلف ورا الاورتيك ارش من تحت ويطلع فوق، يبقى اسمه ايه؟ ريكارنت لارينجال نير. تعالى كده يا دكتور وريها لنا في رسمه ثانيه عشان احنا تهنا. الاول انت قلت لي اللور كونكيف كان ليه علاقه بالبايفوركيشن اوف بالمونري، اللور كونكيف كان ورانا الليفت برونكس المين برونكس، كان تحتيه برضو الليجامنتم ارتريوزم اهو، والسوبرفيشال كاردياك بلكسس اللي ما اخدناهاش، والريكارنت لارينجال نير. فين الريكارنت لارينجال نير؟ هو الماوس هنج ولا انا اللي هبل؟ طيب فين الريكارنت لارينجال نيرف؟ في ايه يا ماوس؟ ايه اللي جرالك؟ فين الريكارنت لارينجال نيرف؟ احنا فين الاول؟ ادي كده من ورا وادي كده قدام، ادي الاسوفكس. امال ده مين ده؟ ادي التراكيه اتقسمت لايه؟ لرايت مين برونكس كانت ورا الاسندنج اورتا، وليفت مين برونكس كانت تحت مين؟ تحت الارش ده عند اللور كونكيف بتاع الارش. خلاص؟ هي بوستيريور طبعا، يعني لو قلت لك ايه اللي ورا الارش في اورتا؟ التراكيه. ايه اللي ورا الارش اورتا؟ هيبقى ورا التراكيه. بس ايه اللي على اللور كونكيف بارت يعني تحت هنا هيبقى مين؟ هيبقى الرايت مين بوكس. قلت لك ان على تحت على اللور كونكيف هنا في البايفوركيشن كمان، وفي ليجامنت موصل ما بيننا، وفي سوبرفيشال كارديك بلكسس لسه ما اخدناهاش. ادي الرايت فيجاس اهو، الليفت فيجاس سوري اهو، الليفت فيجاس الشمال، وادي الرايت فيجاس اليمين. كل واحد منهم بعد ما بينزل يروح عايز يجري يدي البلكسس السوبرفيشال اللي تحت الارش
او الجيب لكسس اللي قدام التراكيه كلهم بيروحوا ناسيين سواء اليمين او الشمال، ينسى البرانش بتاعه اللي اسمه ريكارنت لارينجال. فالشمال يدي ليفت ريكارنت لارينجال نيرف اهو، واليمين يدي رايت ريكارنت لارينجال نيرف اهو. بس حد واخد باله من حاجه؟ الشمال لف تحت الاورتيك ارش وطلع، لكن اليمين لف فين؟ لف عند ارش تاني سميناه سب كليفيان ارتري، هناخده في وقته. فانا لما اجي هقول لك هنا، هقول لك ريكارنت لارينجال واسكت، ولا لازم اقول ليفت ريكارنت لارينجال نيرف؟ ليفت ريكارنت. لو قلت رايت ريكارنت لا يبقى غلط خالص، لان الرايت ريكارنت اي نعم هو بيكيرف اه بس مش تحت الاورت، بيكيرف تحت ارتري تاني اسمه سب كليفيان. تمام كده؟ طيب ادي كده اللور كونكيف كانت سهله. اللور كونكيف تعالوا نقولها تاني كده. اللور كونكيف كانت ليها علاقه بالبايفوركيشن، اللور كونكيف كان فيها الليجامنتال، اللور كونكيف كان موجود بلكسس هنا اسمها سوبرفيشال كاردياك بلكسس، اللور كونكيف كانت ليها علاقه بالليفت ريكارنت لارينجال نيرف وهو بيلف، اللور كونكيف كان ليها علاقه بالبرونكس اللي انا شايفاها من هنا اللي هي الليفت مين برونكس. جينا هنا ثبتنا الدنيا، ادي اللور كونكيف لازقه على طول في الليفت ريكارنت لارينجال نيرف وهو بيلف، وادي الليفت ايه؟ الليفت مين برونكس. تمام؟ تمام؟ طيب نيجي بقى ايه الحاجات اللي ليفت وانتيريور، وايه الحاجات اللي رايت وبوستيريور، ايه الحاجات اللي على الليفت يعني وايه الحاجات اللي على الرايت؟ يعني بس الليفت دي تكون يعني ليفت وانتيريور شويه وجايه قدام عليها شويه. الحاجات الليفت وانتيريور مش محتاج ان انا اقول لك اللانج والبلور، خلاص بقت سهله بقى. يعني مش محتاجينها دي. طيب ايه الحاجات بقى اللي موجوده على الناحيه الشمال؟ ايه الحاجات اللي موجوده على الناحيه الشمال ومهمه بالنسبه لنا؟ ركزوا بس معايا كده. طيب الحاجات الموجوده على الناحيه الشمال، بس هي الرسمه يعني انا مش عارفه ليه جايب الرسمه ديت، في حاجات تانيه كانت احلى. طيب الحاجات اللي موجوده على الناحيه الشمال من الارش في اورطه مبدئيا كده، الاول الليفت بيجس، مبدئيا كده الليفت بيجس موجود على الناحيه الشمال، وفي نيرف تاني مش باين في الرسمه ديت، نيرف تاني اسمه الفرينك نيرف. يا رب يكون كان باين في الرسمه اللي فاتت، لا اسمه الفرينك نيرف. يعني احنا كده على الناحيه الشمال الليفت بيجس والليفت فرينك نيرف جاي جنبي كده. الليفت فرينك نيرف دوت اللي هو النيرف هيسبلاي الدايفرام. فيبقى انا على الشمال ليفت فيجاس وليفت فرينك. طيب ادي دول الاثنين سهلين، ماشي. ايه كمان اللي احنا لسه ما اخدناهاش بقى، انتوا ما اخدتوهاش في النرفات، ان في نرفات اللي رايحه تعمل البلكسس اصلا، اللي رايح يعمل السوبرفيشال بلكسس دوت، البرانشات ديت اكتب لي جنبها لسه ليتر اون لما ناخدها، هي برانش اسمها كاردياك برانش. كاردياك برانش تفتكروا جايه من الناحيه الشمال بس ولا جايه من اليمين ولا جايه من الاثنين؟ انا هنا في الناحيه الشمال وبقول ليفت فيجاس وليفت فرينك وليفت ريكارنت لارينجال نيرف، يبقى اكيد كمان الكاردياك برانش اللي هنا هيبقوا بس بتوع الناحيه الشمال، اللي هم مين؟ اللي جاي من الفيجاس او اللي جاي من السمبثاتيك تشين. سيبهم لي على جنب، وجاي من الليفت فيجاس او الليفت سمبثاتيك تشين. يعني انا عايز اقول لك ان الناحيه الشمال الليفت فيجاس والليفت فرينك والبرانشات بتاع الفيجاس اللي على الناحيه الشمال والبرانش بتاع السمبثاتيك تشين اللي على الناحيه الشمال، لسه هناخده ساعتها. خلاص؟ طيب يبقى انا لو قلت لك الليفت انتيريور هيبقى الليفت فيجاس والبرانش اللي جاي منه رايح للهارت واللي جاي من السمبثاتيك تشين الناحيه الشمال، و ادي الفيجاس ودي السمبثاتيك تشين اهي، وما ننساش كمان مين؟ ما ننساش كمان النيرف اللي اسمه الفرينك نيرف. فين الفرينك نيرف؟ اهو ادي الفرينك نيرف اهو. خلاص؟ فين الاورتيك ارش؟ اهو ادي الاورتيك ارش. هو احنا فين قدام وفين ورا؟ ادي الاورتيك ارش، ادي قدام ناحيتي وادي ورا اهو، ادي التراكيه وادي الاسوفيجاس. فممكن ترجع لنا بقى كده يا دكتور على الباقي؟ ادي الابر كونفكس بارت. كان ايه الابر كونفكس بارت؟ مين الريليشن بتاعته؟ الثلاثه ارتري الكبار اللي هم بريكيوسيفاليك ترانك اهي، واللي هم ليفت كومان كاروتيد، واللي هم ليفت سبكليفيان. ده كان الابر كونفكس. وما ننساش من الفين اللي جاي بالعرض، بريكيوسيفاليك فين، نفس الفكره، بريكيوسيفاليك ارتري وبريكيوسيفاليك فين. طيب بريكيوسيفاليك فين. طيب اللور كونكيف بقى بارت، اللور كونكيف كان ليه علاقه بمين؟ اللور كونكيف لا ده كان كذا حاجه. اللور كونكيف كان الاول فيه هنا البايفوركيشن بتاعت البلمونري ترانك اللي اتقسمت يمين وشمال، كانت الليفت مين برونكس، الليفت مين برونكس اهي، وكان في ليجامنت كده صغير بيوصل ما بينهم هما الاثنين كان اسمه الجامنتم ارتريوزا، مش موجود هنا في الرسمه، وكان في بلكسس موجوده هنا مش موجوده في الرسمه، سوبرفيشال كاردياك بلكسس. وقلت لك ما تنساش النيرف اللي بيرجع يلف من الليفت فيجاس ده سميناه ليفت ريكارنت لارينجال نيرف، عايز يروح لللارنكس اللي فوق التراكيه اللي موجوده قبل التراكيه على طول. طيب مين الحاجات الليفت بقى اللي جايه ناحيه الليفت جايه ناحيه الشمال كده؟ قلت لك خلي بالك من الفيجاس اهو، الليفت فيجاس اهو 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 الليفت فيجاس اهو، وخلي بالك من مين كمان؟ من الليفت فرينك. خلي بالك من الليفت فيجاس والليفت فرينك، كل دول بيعملوا ايه؟ كروسنج كده للارش، يعني لما يعملوا كروسنج للارش عشان بيعدوه بيكملوا السكه بتاعتهم لحته ثانيه. فالليفت فيجاس والليفت فرينك والبرانشات اللي جايه من الفيجاس والبرانشات اللي جايه من السمبثاتيك تشين اللي مش مرسومه في الرسمه هنا.
تمام كده. طيب الرسمه دي انا جايبها لك علشان الفين اللي اسمه البريكيوسفاليك فين ده، الفين اللي اسمه البريكيوسفاليك فين ده بيجي يصب فيه فين جاي من عند، احنا اتفقنا ان السبيس اللي بتوين الانتركوستال كان اسمها انتركوستال سبيس، كان موجود فيها ماسلز اسمها انتركوستال ماسلز، ما نعرفهاش يا دكتور مش مهم، كان موجود فيها ارتريز اسمها انتركوستال ارتريز مش مهم دلوقتي، موجود فيها فين اسمه انتركوستال فين. خلاص اول فين منهم، بس اول فين منهم اللي هيبقى فوق هسميه ليفت سوبيريور انتركوستال فين، هو واحد مش كلهم، الليفت سوبيريور انتركوستال فين دوت هيجي كده يعمل كروسنج على الارش في اورطه علشان غيته رايح فين في البريكيوسفاليك فين، في الليفت بريكيوسفاليك فين. يبقى احنا دلوقتي يا دكتور احنا في الليفت انتيريور اسبيكت، قلت لي فيجس وفرينك وفيجس والبرانش بتاعه وسمبثاتيك تشين والبرانش بتاعه والليفت سوبيريور انتركوستال فين، فيجس وفرينك والبرانش بتاع الفيجس والبرانش بتاع السمبثاتيك والسوبيريور انتركوستال فين الشمال طبعا، كله كله شمال شمال شمال. طيب ممكن تقول لنا ايه الحاجات اللي في الرايت بقى وبوستيريور، يعني اللي جايه وراها بس على بلين بوستيريور شويه؟ مبدئيا كده هي التراكيه صح، مبدئيا كده هي التراكيه الاول، مبدئيا كده هو الاسوفجس هيبقى ورا التراكيه، الاسوفجس لو انا جايه على الارش كده هيبقى كمان الاسوفجس جاي ورايا. مبدئيا كده في بلكسس قدام التراكيه لسه ما اخدناهاش او انتم ما اخدتوهاش ورا ورا الارش ده اسمها ديب كاردياك بلكسس. مبدئيا كده في حاجه اللي كانت لفت من قدام ورجعت ورا الارش، لفت كانت هي ريليتد للور كونكيف بارت ولفت ورا الارش، يبقى اسمه الريكارنت لارينجال نيرف، لفت ريكارنت لارينجال نيرف. طيب وفي حاجه ثانيه انتم ما اخدتوهاش، ده الفرينك والسبير انتركوستال فين وده الفرينك. طيب ما ننساش برضو ان احنا كان في الـ في الانتيريور اسبكت كان طبعا اللانج والبلورا، الميجستينال سيرفيس اوف لانج بلورا. يعني ايه ميجستينال؟ ميجستينال يعني الجزء اللي من اللانج اللي بيفيس ميديال، الجزء اللي من اللانج اللي لاترال اسمه سترنو كوستال سيرفيس، الجزء اللي من اللانج اللي بيفيس ميديال سميناه ميجستينال سيرفيس. طيب الرايت والبوستيريور، انا قلت لك الرايت والبوستيريور خلي بالك هي التراكيه والاسوفجس، والاسوفجس كمان الارش وهو بيلف كده فالاسوفجس كمان معايا، و الارش في اورتا بيعمل كروسنج على الاسوفجس كده دي تاني حاجه، وفي بلكس صغيره قدام التراكيه اسمها مش صغيره بلكس مهمه يعني ورا قدام التراكيه ورا الارش في اورتا اسمها ديب كاردياك بلكسس، وفي كمان الليفت ريكارنت لارينجال نيرف اللي هو عمل كروسنج. كل الحاجات دي كانت باينه في الرسومات اللي فاتت كمان. الجديد بقى اللي ما كانش باين خالص حاجه اسمها ثوراسيك داكت، اسمها ايه؟ ثوراسيك داكت. ايه الثوراسيك داكت دي؟ الثوراسيك داكت ديت اللي هي المين، ده الترمينيشن بتاعها المين ليمف درينج بتاع الجسم كله اسمها ثراسيك داكت. الثراسيك داكت ديت علشان تيجي تصب في المكان ده انت عايزه تصب هنا، يعني الثراسيك داكت شايفينها الخضره دي جايه تصب هنا، فعشان الثراسيك داكت ديت هي جايه من الناحيه اليمين تفضل ماشيه 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 لازم تلف ورا الارش في اورطه علشان توصل في الحته دي، فالثراسيك داكت بتكون ورا ورا الارش في اورطه عشان توصل في المكان ده اللي ما بين الانترنال جاجولار وبين السيركليفين دي. انا لو جيت كده، لو جيت كده اهي ادي الثراسك داكت الاند بتاعتها، فلو نزلت تحت شويه هلاقيها ورا الارش اورت. طيب نيجي هنا كده بس نلم الدنيا دي شويه كده، نفس الرسمه اللي فاتت هتلاقينا اوقات بكرر الرسمه ثانيه علشان بكون محتاجاها في الجمله اللي بعديها. انا كده لو الارش اورت يبقى ورايا التراكيه، ورايا الديب بلكسس اللي كانت هنا، ورايا الريكارنت لارينجال نيرف اللي هو ده، ورايا الاسوفجس اهو، ورايا الاسوفجس، الاسوفجس طبعا مش الحته دي اللي اقصد ورايا، انا اقصد الحته الجزء ده اللي ورايا لان التراكيه خلاص هتنتهي، ورايا الثراسك داكت اللي كانت بتلف كده جايه من اليمين وبتلف كده تكيرف عشان تنتهي في البريكيوس فاليك دي. تمام كده. طيب ايه البرانشز بقى بتاعه الاورتيك ارش؟ الاورتيك ارش هيديني ثلاثه برانشز مهمين، ثلاثه برانشز مهمين من الابر كونفكس بارت بتوعه اللي هم كانوا مين يا دكتور؟ ما انت قلت لهم بقى الليفت سبكليفيان اللي هيروح للذراع الشمال، الليفت كومان كاروتيد اللي هيروح للهيد الشمال، الهيد الشمال دي هيروح للنص الهيد الشمال يعني، البريكيو سيفاليك ارتري اللي هو كان اسمه النومينانت ارتري، وبريكيو سيفاليك ارتري دوت اللي هو هيدينا البريكيو اللي هي الابر ليمب، والسيفاليك اللي هي الهيد، وده كان هيتقسم للرايت كومان كاروتيد والرايت ايه؟ والرايت سبكير. خلاص؟ طيب خلص كده الديسندنج اورت. الرسمه ديت بقى انا مش هقول فيها حاجه بس انا حاطها لك ليه؟ بعد ما تخلص بقى كل مذاكره الجزء بتاع الهارت قبل ما تدخل على الهيد ونك، بعد ما تخلص كل مذاكرته تقعد بقى مع نفسك كده وتطفي النور وتقعد بقى ما تكونش واكل كمان، وتقعد بقى مع نفسك وتفتكر كل اللي اتعمل فيك، وتقعد بقى ايه كده وتعيش، تعيش بقى الرايت فنتركل على الليفت فنتركل على الارش على الريليشن
على اللي نتر كاتبه بقى جنبيه كده، وتهيص تهيص خالص خالص خالص، وتشوف بقى الارش في اورت قد ايه الجمال طالع منه، الفيسلز فوقيه وقد ايه اللي نازل تحتيه والليجامنتم والريكارنت وبتاع، وتقعد بقى ايه تفصص الرسمه دي كلمه كلمه كلمه. اللي ما تفهموش من الرسمه دي تسيبه خالص طبعا اكيد، اللي ما تفهموش من الرسمه دي تروح راجع له بقى للرسمه اللي فاتت. فانت ممكن تقعد تختبر نفسك، انا بعد ما هنخلص هبعت لكم رسومات كتيره كتيره من غير ليبل، فتقعد بقى تشوف كل واحده ديت فيها كذا، ديت فيها كذا، ديت فيها كذا، دوت هنا ده مين ده البلورا، ده الفرينك نيرف مثلا، ده اللي هنا السبيرو فينيكيفا، ده البريكيس فاليك فين، اه دوت يبقى انترنال جاجلر، اه دوت يبقى كذا. فلما تشوف رسومات كتير كتيره هتلاقي الموضوع ثابت معاك، فلما اجي اسالك على اي ريليشن هتفتكر الرسمه على طول. خلاص يا دكتور ولا بنفتكر حاجه، ما تحاوليش، مش مشكله. طيب الديسندنج ثراسك اورطه بقى، الديسندنج ثراسك اورطه هو اطول، اطول اورطه، اطول اورطه ايه؟ اللونجست بارت اوف اورطه في الثوركس، هو اطول جزء من الاورطه، اطول جزء من الاورطه تمام. طيب هو تقريبا طوله تقريبا 20 سنتيمتر، واحنا قلنا دلوقتي كام حاجه؟ 2 5. اخذنا الاول البالمونري ترانك امبارح كان 5، الاسندنج اورطه النهارده كان 5، الارش في اورطه ما خدناش حاجه، الثراسك اورطه الديسندنج ثراسك اورطه قد ايه؟ كان 20 سنتيمتر. طيب الديسندنج ثراسك اورطه تفتكروا ان هو هيتجي فين؟ هيتجي فين؟ مش هقول على فكره يا دكتور بقى، مش هقول. فاكرين لما جينا في السلايد دي وقلت لك انا هرجع مش هقولها؟ هرجع مش هقولها بس ضميري ما جابنيش. لما جينا اخذنا الارش في اورطه هنا كان انتهى عند ديسك بتوين 4 على 5، وديسك بتوين 4 و5 كان نهايه الارش، بس كان بدايه مين؟ كان بدايه الديسندنج ثراسك اورطه. بدايه الديسندنج ثوراسك اورطه خلاص. طيب انا ديسند هنا، ديسند هنا، سيبك من الدايركشن دلوقتي، انا هنا نزلت قدام الفرتبري، قدام الفرتبري انتهيت فين؟ انتهيت عند ليفل اوف تي 12 يعني ثراسك نمره 12، انتهيت عند اللور بوردر بتاعتي 12، ان انا دخلت في الاورتيك اوبننج بتاع الديافرام وكملت حاجه اسمها ايه؟ ابدومينال اورتا. ايه الاورتيك اوبننج في الديافرام دي؟ في ستراكشر عايزه تدخل جوه الديافرام، زي مثلا مين؟ زي الاورطه عايز يكمل الابدومين، زي الاسوفجس عايز يدخل يجوين الاستومك، زي مثلا الثراسك داكت اللي جايه من تحت من الابدومين وجايه تحت بدرين وبتاخد الليمف نود الليمفاتيك درينج وطالعه فوق تدرين فوق. فالستراكشر اللي داخله وخارجه من الديافرام ديت بتدخل عن طريق اورفيس اسمها ديافراجماتيك اوبننج. الاوبننج اللي موجوده في الديافرام ديت ليها كذا حاجه وكذا ليفل. في اوبننج مخصوص اسمها اورتيك اوبننج وفيها اورفيس مرفوصه يعني. في اورفيس مخصوصه للاسوفجس اسمها اسوفجيال اوبننج. وفي اورفيس ثانيه هتاخدوها قدام بتجيب الفينا كافا، ما هو بتجيب الانفيرو فينا كافا من تحت اللور ليم، فاسمها فينا كافال اوبننج. يبقى احنا النهارده ما اخدناش لسه حاجه، بس انت عرفت ان الديافرام دوت لازم يكون فيه فتحات علشان تعدي الحاجات دي. خلاص؟ فيها اسفجيال اوبننج وفينا كافال اوبننج و اورتيك اوبننج. فالاوبننج اللي هينزل منها الديسندنج ثراسك اورتا عشان يكمل ابدومينال اورتا هي عند ليفل اوف تي 12، عند ليفل اوف تي 12 الليفل مهم. خلاص؟ طيب يبقى انا بدات الاول ان احنا كنا فين؟ انا عديت سلايد. احنا كنا فين في الديسندنج ثراسك اورتا؟ قلت لك ده اطول جزء من الاورطه، اطول جزء في الثوركس، وان دوت بينتهي عند الاورتيك اوبننج اوف ديافرام. الاورتيك اوبننج اوف ديافرام ديت في النص كده بالظبط، بينتهي عند الاورتيك اوبننج اوف ديافرام. هي مش هي نفسها الاسفجيال اوبننج ديت فتحه وديت فتحه والاثنين عند ليفل مختلفين. الاورتيك اوبننج اوف ديافرام عند ليفل بتاعتي 12، عند ليفل بتاعتي 12 وبيدخل منها يبقى اسمه ايه؟ ابدومينال اورطه. خلاص؟ ابدومينال اورطه. الاسفجيال اوبننج عند ليفل اوف تي 8 قبليها. طيب لا الاسفجيال اوبننج عند ليفل اوف تي 10، سوري الفينا كافل اوبننج هي اللي 8، ودي عند ليفل اوف 10 ودي عند ليفل اوف 12، 8 10 12. طيب انا دلوقتي بقول لك ان الاورطه دوت خلاص عند ليفل اوف 4 ل 5 وانتهيت عند 12. طيب الاورطه زي ما انت شايف كده انا نازله داون وورد، نازله داون وورد، بس نازله داون وورد وتو ايه؟ تو ذا ليفت سايد. تو ذا ليفت سايد بتاع ايه؟ قدام البادز بتاعه الثراسك فيرتبري تقريبا من 5 ل 7، وبعد كده بروح جايه بعمل كيرف كده وبروح جايه قدامهم. يعني ايه؟ يعني الاورطه وهو بعد الاورتيك ارش ملف الجزء دوت بتاع الاورطه نازل على الليفت سايد بتاع الفيرتبري. هي فين الفيرتبري؟ اهي الفيرتبري اللي ورا الاسوفجس، الفيرتبري اللي ورا دي اللي ورا الاسوفجس. الاول انا جيت على الليفت سايد لغايه 5 5 و6 و7 لغايه ليفل 7 يعني، والليفل ده مهم لغايه تي 7، وبعدين رحت عامله كروسنج وجايه قدام بقيه الفرتبري من 7 تقريبا او من 8 لغايه 12. جيت هنا قدام كده، يعني جيت كده ولفيت كده قدام. طبعا الرسمه ديت علشان كروكيه فالموضوع مش متخيل قوي،
بس انا الارشيف او الاورطه، انا الاول جاي على ناحيه الشمال وبعد كده جايه في النص. ليه؟ ليه جايه في النص؟ لان الاورتيك اوبننج ديت بالظبط بالظبط في النص في الميدل لاين، فلازم الاورطه اللي جاي بعد لفه الارش على الشمال يلف ويجي في النص في الميدل لاين. فانت اكتبها عشان تحفظها، الاورطه الاول لف ناحيه الشمال وبعد كده راح لف جاي قدام الفرتبري عشان يوصل ايه في الميدل لاين لغايه الدافري. تمام كده؟ طيب هتلاقي في الكتاب كاتب لك حته كده داونورد اند تو ذا رايت، اشطبها اشطبها مش مهم بجد هتخبطك. خلاص طيب انا دلوقتي الاورطه الديسندنت ثوراتيك اورطه انا بدات عند الليفل بتاعتي 4 ل 5 مهم، انتهيت عند الليفل بتاعتي 12 ان انا بقيت اسمي ابدومين الاورطه، دي كانت مهمه. ثاني حاجه مهمه قلتها ان انا كنت على الناحيه الشمال من البادز بتاعت الفرتبري لغايه نمره 7، وعند نمره 7 انا لفيت بقيت قدام ايه؟ بقيت قدام البادز اوف اوف فيرتبري لغايه ما انتهيت على الاورتيك اوبننج. طيب ايه الريليشن بقى بتاعه الديسندنج ثوراسيك اورطه؟ نفس الكلام بقى تاني اللي احنا قلناه، انا الاول انا بدات عند الليفت سايد بتاع الديسك بتوين 4 ل 5 از كونتينيويشن اوف ارش، انا انتهيت من الليفت سايد اوف بادز بتوين 5 ل 7 ده الاول، وبعدين كنت قدام اللور 5 اللي هي كانت من 8 ل 12، انا انتهيت عند اللور بورد اوف تي 12 عن طريق الاورتيك اوبننج اوف دافرين. الثلاث سلايد دول مهمين، ديسك اوف 3 اوف 4 ل 5 ده مهم، الليفت الاول اللي انا كنت ناحيه الشمال وبعد كده بقيت قدامهم ناحيه الشمال وبعدين بقيت قدامهم عند الليفل فين؟ الفيصل بتاعي كان تي 7، كنت عند الشمال وجيت قدام بعد تي 7، كنت عند الشمال لغايه تي 7 وبعد كده جيت قدام بعد تي 7، وبعد كده انتهيت عند تي 12 اللي انا باسمي ابدومين الاورطه. خلاص كده؟ طيب ايه الريليشن بقى بتاعتي؟ ايه الريليشن بتاعتي؟ بص بقى الرسمه ديت مهمه جدا جدا. الريليشن قبل ما ناخد الريليشن بتاعت السندنج ثوراسيك اورطه، انا عايز اقول لك ان الاسوفجس هيعمل حركه مش كويس، مش كويس او ضايقني جدا. الاسوفجس الاوبننج بتاعته ناحيه الشمال اللي هي الاسوفجيال اوبننج اوف ديافرام ناحيه الشمال، ليه؟ لان الاستومك ناحيه الشمال، لو انت عارف الاستومك ناحيه الشمال والليفر ناحيه اليمين. خلاص؟ طيب الاسوفجس نازل في الميدل لاين، تفتكر الاسوفجس لازم يعمل ايه علشان يروح ناحيه الشمال؟ يروح ناحيه الاستومك اللي رايح لها اصلا، لازم يكيرف ناحيه الشمال. طيب الاورطه، الاورطه كان شمال اهو اهو كان شمال، وبعدين ايه اللي حصل؟ لازم يكيرف ناحيه اليمين علشان يجي يدخل جوه الميدل لاين علشان الاورتيك اوبننج اوف ديافرام في النص. يبقى الاسوفجس كان الاول ناحيه اليمين وبعد كده لف شمال عشان يروح للاستومك. ال اسمه ايه ده؟ الاورطه كان الاول لافف شمال بعد الارش شمال شمال وبعدين جه قدام الفرتبرال كولم وراح ايه وجاي في النص عشان يجي قدام الفرتبرال كولم وكمل فين؟ في الاورتيك اوبننج اوف ديافرام. فالمنظر دوت المنظر التويستنج دوت عمل حاجه، الاسوفجس كان ريليشن للديسندنج اورطا الاول كان على الرايت سايد، الاول كان على الرايت سايد وبعدين قدامه وبعدين على الليفت. الاول على الرايت سايد ليه؟ انا كنت نازل في الميدل لاين عادي انا ما عملتش حاجه والله، وبعدين جيت قدام ليه؟ علشان انا عايز الف ناحيه الشمال، وبعدين جيت شمال عشان اروح للاستومك. طب الاورطا انا الاول كنت شمال، انا اصلا جاي شمال من الليفت فنتركل شمال، وبعدين جيت قدام ليه؟ جيت قدام، جيت قدام الفرتبرال كولم بس ورا الاسوفجس، جيت قدام ليه؟ علشان انا عايز اجي في الميدل لاين لان الاورتيك اوبننج اوف ديافرام في الميدل لاين. خلاص يا اولاد؟ يبقى الاسوفجس علاقته ايه بالديسندر اورتا عشان هنرجع نعيدها كذا مره؟ الاسوفجس الاول كان يمين وبعدين قدام وبعدين شمال. طيب في رسمه ثانيه انا حطيتها لكم، مش عارفه انا حطيتها ولا نسيتها، اهي اهي معلش هي اتزحلقت بس شويه. ادي الاسوفجس اهو نفس الكلام، ادي الاسوفجس اهو دوت كان الاول في النص جاي في النص كماله الفارنس، وادي التراكيه التراكيه بالبرونكاي بتاعتي. ادي الاسوفجس هو كان جاي في النص في النص في النص وبعد كده ايه؟ جاي قدام وبعد كده يلف شمال. طب الاورطه ايه علاقته؟ الاورطه اهو كان جاي شمال شمال وبعد كده يجي قدام الفرتبرال كولم ورا الاسوفجس ويجي كده ورا الاسوفجس عشان يجي ايه؟ ناحيه اليمين ويجي في الميدل لاين هنا. خلاص؟ يعني اللي عاجبه الرسم ديت ماشي، اللي عاجبه الرسمه دي ماشي. نيجي بقى للريليشن بتاعه الديسندنج اورطه، هي اللي فيها شويه غلاسه بقى. الريليشن لو انا قلت لك انا كده واخد ساجيتال سيكشن اهو، واجي الديافرام، واجي الاستومك اهو، واجي الاسوفجس اهو 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 الاسوفجس اللي رايح لمين؟ اللي رايح للاستومك بتاعته. طيب فين القفص الصدري اهو؟ ادي القفص الصدري الكوستال كارتلج اهو. واجي بعد كده الفرتبرال كولن ورا البادز بتاعت الفرتبرال كولن والليجمنت اللي مربطاها ببعض. طيب فين التراكيه؟ اهي. وادي التراكيه وادي التوبرونكاي بتوعها، انا كده ناحيه الشمال طبعا، اللي انا بص عليها دي ناحيه الشمال. ادي الليفت برونكس. طيب فين البلمونري فينز؟ اهو الليفت بلمونري فينز. طب فين الليفت فنتركل؟ اهو ادي الليفت فنتركل. طب فين البلمونري ترانك؟ اهي
وادي الارش في اورت اهو صح، الاسندنج وادي الارش وهينزل الديسندنج، انا قطعه علشان اشوف مين قدامه اهو، يعني المفروض الارش في اورتا بيكيرف فوق الليفت من برونكس كده اهو وينزل هنا صح، مش كنا قايلينها كده اهو، ادي الارش في اورتا ليه حاساكوا تايهين اهو، ادي الارش في اورتا اهو بيلف اهو، يلف حوالين الليفت من برونكس نفس المنظر، يبقى الارش في اورتا كان هنا وجاي كده صح، مش احنا كان الارش في اورتا كان اللي تحتيه الليفت من برونكس اللي هو الكونكيف بارت بتاعه، وادي كده لفيت بقيه الديسندنج اورتا. طيب لو ادي كده الديسندنج اورتا مين قدامه، مين الريليشن اللي قدامه؟ الريليشن اللي قدامه من فوق لتحت، من فوق لتحت لو انا جيت حطيت كده من فوق لتحت هلاقي دي ادي الديسندنج اورتا اهو، مكان النور كده بالظبط، مكان الليزر كده بالظبط، يبقى قدامه مين؟ قدامه الليفت مين برونكس. قدامه مين كمان لو نزلت تحت شويه؟ مين كمان؟ ادي الليفت مين برونكس. مين كمان قدامي؟ انا مكمله نازله كده، مين كمان قدامي؟ ده الهارت نفسه بالبريكارديوم بقى، الهارت بالبريكارديوم حبيبنا. ومين تاني كمان قدامي؟ مين تاني كمان قدامي؟ الاسوفجس اهو اهو، ادي الاورطه نازل اهو، يبقى مين قدامه في الاخر كمان؟ ادي الاسوفجس. مين كمان قدامه؟ مين كمان قدامه؟ الديافرام. ليه الديافرام قدامه؟ لان الاورطه وهو نازل كده الديافرام ده بيتعمل زي الدوم، عامل زي القبه كده، فالديافرام انا اي نعم داخله من الاورتيك اوبننج بتاع الديافرام، بس الديافرام بيبقى انه عامل كيرف كده، اكتب جنبها لما نيجي ناخد الديافرام هتفهمها، ان الديافرام عامل زي القبه كده، عامل زي القبه، فالقبه اللي فوق ديت هو داخل في اوبننج بس القبه اللي فوق ديت هتبقى قدامه، فكأن المنظر ده، ان المنظر ده لا مش ده، انا دلوقتي اهو ادي الاورت اهو نازل اهو، فبقى قدامي الاول الليفت من برونكس، بقى قدامي الاسوفيجس، طب وانا جاي انزل انتهي في الاخر خالص كان الديافرام، طب فين الهارت؟ اهو الهارت اهو مغطي المكان ده كله، فكمان قدامي الهارت، البريكارديوم معناه اول هارت، يبقى الليفت من برونكس الاول، الهارت بالبريكارديوم كله، الاسوفيجس اهو، وفي نهايتي خالص ما انساش مين؟ ما انساش الجزء ده الديافرام، ما انساش الجزء ده اللي هو عامل القبه دي، شايفينها يا اولاد متخيلين المنظر؟ يعني القبه ديت جايه مكمله كده زي الستاره ونازله كده، فالجزء ده كله ده كده قدام الاورطه كمان خلاص، يبقى الاربعه ريليشن بتوع البرونكس والهارت بالبريكارديوم والاسوفيجس والديافرام تمام. طيب مين اللي ورايا؟ مين اللي ورايا؟ لو انا قلت لك ان ال الديسندنج اورطه كان الاول على الناحيه الشمال من البادز اوف ثلاثيك فيرتبري لغايه ليفل اوف تي 7، مهمه اعمل عليها هايلايت او اشطبها او اقطعها يعني، بس مهمه ماشي، اعمل عليها هايلايت جامد لغايه تي 7، وبعد كده بقيت ايه قدام البادز اوف ثراسك فيرتبرا من عند نمره 8 لغايه نمره 12، يبقى لما اقول لك ايه اللي ورايا هيبقى كل الثراسك فيرتبري؟ لا ده حد مش قاري بقى، هقول لك اللور 5 ثراسك فيرتبري من نمره 8 لنمره 12 حلو كده. طيب ايه كمان اللي هيبقى ورايا؟ ده اللور 5 ثراسك فيرتبري، ايه كمان هيبقى ورايا؟ لما هناخد يعني هي باينه في الرسمه دي ولا انا جايبها رسمه ثانيه افتكري؟ لا جايبها لها رسمه ثانيه. طيب لما هناخد ان شاء الله الفين الفينز بتاعت مش عارفه، بس لما نيجي ناخدها يعني السوبيرو فينيكيفا وادي الانفيرو فينيكيفا، دول الاثنين على الناحيه اليمين حلو كده؟ ركزوا معايا، انسوا اللي انا قلته بقى اللي فات وركزوا معايا في دي. السوبيرو فينيكيفا والانفيرو فينيكيفا دول الاثنين على الناحيه اليمين. بيجي فين الفينس درينج بتاع اللور ليمب كله اللي جاي من اللور ليمب اللي جاي سوري من اللور ليمب عن الانفيرو فينيكيفا ولا جاي من فوق عن السوبيرو فينيكيفا؟ الفينس درينج بتاع الفوركس كله بتاع الفوركس كله بيجي عن طريق فين اسمه الازايجوس فين. يعني ايه ازايجوس؟ ازايجوس يعني وحيد، يعني نادر، يعني هو واحد بس. ادي الازايجوس فين اهو اهو، ادي الازايجوس فين. طب ده على الناحيه اليمين. طب على الناحيه الشمال، الناحيه الشمال هلاقي واحد صغنن كده بيحاول يقلده فسميناه هيمي ازايجوس، يعني نص ازايجوس، مش ازايجوس طويل كده، نص ازايجوس اهو، وواحد تاني صغير تحت سميناه نص ازايجوس برضه، فبقى اللي فوق اسمه هيمي ازايجوس واللي تحت اسمه هيمي ازايجوس برضه، بس اللي فوق دوت هنسميه ايه؟ سوبيريور هيمي ازايجوس، واللي تحت انفيريور هيمي ازايجوس. دول بيجيبوا الدم من الثوركس من الناحيه الشمال، واحد فوق سميناه سوبيريور وواحد تحت اسمه انفيريور، مالكش دعوه بكلمه اكسسوري، خلينا في السوبيريور هيمي ازايجوس والانفيريور هيمي ازايجوس خلاص، هو مكتوب عليهم الهيمي ازايجوس بينز الاثنين وخلاص. السوبيريور او الانفيريور دول جايبين الدم من الثوركس من فوق وتحت، لكن بيصبوهم في الازايجوس بين اللي هو واحد، اللي هو بيجيب الدم من الثوركس هو واحد بس من الناحيه اليمين. طيب لو انا قلت لك ان الديسندنج اورطه جاي في المكان ده، وقلت لك ان هو قدام الباديز بتاع الثراسك فيرتبري مش كلها، ده قدام من 5 لنمره 12 من 5 لنمره 12 او من 8 سوري لنمره 12 قدام الباديز بتاعه الثراسك فيرتبري، مين كمان المفروض ان هو يكون جاي ورايا هنا كده؟
علشان يجوين الازيجوس فين اللي مكانه هنا كده بالظبط، هو السوبيريور والانفيريور هيميازيجوس. السوبيريور ده والانفيريور ده، انتوا هتاخدوهم قدام شويه وتعرفوا ان السوبيريور ده بيمشي كده قدام تي 8 والانفيريور دوت بيمشي كده قدام تي 9 تقريبا، فهم دول الاثنين هيكونوا ورا الدسان الاورطي. خلاص طيب، ايه اللي على الناحيه اليمين؟ ايه اللي على الناحيه اليمين بقى؟ لا الناحيه اليمين سهله، لو انا قلت لك ادي كده الدسان الاورطي اهو، نفس الرسمه تانية بس انا جايب لك حاجه تانية. ادي الدسان الاورطي اهو، اللي على الناحيه اليمين بتاعته مين؟ هي ديت اللي اسمها ثوراسيك داكت، فاكرها؟ الثوراسيك داكت اللي كانت ماشيه ورا الارش اورطه عشان تنتهي هنا، هي ديت الثوراسيك داكت. فادي الاورطه اهو مقطوط، يبقى الثوراسيك داكت جنبيه اهي، هي ديت المين اللي فاتت درينج بتاع الجسم كله. الثوراسيك داكت ديت كانت طالعه من الابدومين، فبتطلع من الديافرام وتمشي على الرايت سايد بتاع الثوراسيك اورطه، وبتنتهي فوق ورا الارش في اورطه، بتنتهي فوق ما بين الانترنال جاجولار فين وما بين السبكليفيان فين، بتنتهي تتفتح هنا. فالثوراسيك داكت ديت كانت على الرايت سايد من الاورطه. ايه كمان على الرايت سايد من الاورطه لسه حالا حالا قايلينه؟ مين؟ مين اللي على الرايت سايد من الاورطه لسه حالا قايلينه؟ اهو الازايجوس فين، الازايجوس فين اهو، ادي الازايجوس فين اهو. خلاص ده الازايجوس فين. لو انا هنا حاطه الاورطه كده بالظبط، حاطه كده الاورطه بالظبط اهو، الاورطه هنا مكانه مكان النور، هيبقى وراه السوبيريور هيم ازايجوس واللي تحت الانفيريور هيم ازايجوس. سيبك من اكسسوري السوبيريور والانفيريور، هيبقى على الرايت سايد بتاعه الازايجوس شخصيا والثراسك داكت اللي جنبيه. طب لو جينا بصينا في الرسمه دي، انا حاطه الثراسك اورطه اهو، ورايا الثراسك فيرتبري، ورايا الهيم ازايجوس اللي جاي من فوق والهيم ازايجوس اللي جاي من تحت. طبعا الناحيه اليمين الازايجوس شخصيا اللي هم جايين ينتهوا فيه، والثراسك داكت. يا رب تكونوا فاهمين، يا رب تكونوا فاهميني، يا رب. خلاص طيب، مين اللي على الناحيه اليمين بقى بتاعه؟ مين اللي على الرايت سايد؟ اللي على الرايت سايد بتاعه هو الاول الليتل الاسوفجس اهو، الليتل الاسوفجس اهو فوق، وبعد كده على الرايت سايد تحته تحت الثراسك داكت والازايجوس. فين 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 فين؟ ما احنا اخدنا بصينا هنا كده، لو انا قلت لك ادي الثراسك، ادي الثراسك داكت اهي، وادي الازايجوس فين اهو، يبقى دول الاثنين على الناحيه اليمين. بس ما ننساش مين اللي مغطيهم الاثنين؟ الاسوفكس. خلاص ما ننساش الاسوفكس. تعالوا يا اولاد نقولها تاني لان حاسه ان انتوا تهتوا في الدنيا. انا دلوقتي الثراسك اورطه اهو، الثراسك اورطه، مين اللي قدامي؟ اللي قدامي كان الليفت برونكس، الهارت، الاسوفكس، والدايفرام، ده اللي كان قدامي. طب جيت ورايا، مين ورايا؟ ادي الاورطه نازل اهو، يبقى ورايا البادز بتاعت الثراسك فيرتبري، مش كلها، البادز بتاعت الثراسك فيرتبري كانت من 5 من 8 لنمره 12. حلو، هل قدامي حاجه ثانيه؟ اه قدامي حاجه ثانيه، اثنين فين صغيرين عايزين يجوين الازايجوس فين، بس هو على الناحيه اليمين، فلازم يكروس ورا الاورطه، السوبيريور والانفيريور هيما ازايجوس، ده اللي ورايا. طبعا الناحيه اليمين طالما هم بيلفوا عشان يجوين الازايجوس، يبقى الازايجوس ده على الناحيه اليمين نمره 1. وعلى الناحيه اليمين مين كمان؟ ما ننساش البرنس الكبير اللي اسمه الاسوفجس، ما ننساهوش على الناحيه اليمين. و الاسوفجس، ما احنا اتفقنا الاسوفجس يبقى على الناحيه اليمين، لا انا مش عايزه ده، والثراسك داكت، دي الثلاث حاجات. خلاص طيب، واحنا دلوقتي الاسوفجس معانا كم مره؟ الاسوفجس معانا كم مره؟ ادي واحد انتيريور، واحد، وسمعناه على الرايت سايد، ادي اثنين، وثالث حاجه هنسمعه فين؟ على الليفت سايد. مش احنا اتفقنا ان الاسوفجس الاول كان قدامنا، قدام ال اسمها ايه؟ قدام السنتر اورطه، وبعدين كان على الرايت سايد، وبعدين لف قدامه، صح؟ يعني الاسوفجس هنا كان على الرايت سايد، والاسوفجس هنا كان قدامي، والاسوفجس هنا على الليفت سايد، يبقى الاسوفجس عامل تريبل ريليشن مع الاورطه. الاسوفجس على الرايت سايد دوت فوق، الاسوفجس على في النص دوت في الميدل، الاسوفجس في الاخر خالص دوت على الليفت سايد. عايزين تعرفوا الكيرف الليفل اللي بيعمل كروسنج عليهم، ده تي 7. تي 7 عند تي 7 هو بيلف من الرايت للليفت. مش مهم قوي يعني بالنسبه لكم. خلاص؟ طيب. ده على الرايت سايد. طب على الليفت سايد على الناحيه الشمال مين؟ على الناحيه الشمال مفيش عندي خالص غير بس الاسوفجس، وما قلناش غير ايه؟ اللانجور بلو بس على الناحيه الشمال. يبقى احنا على الناحيه اليمين هو اللي كان فيها شويه رزال. على الناحيه اليمين كان الازايجوس فين شخصيا؟ الازايجوس فين شخصيا اللي موجود هنا ورا الثوراسك داكت والثوراسك داكت على الناحيه اليمين. طبعا الناحيه الشمال، الناحيه الشمال بس كان الاسوفجس. خلاص يا رب تكونوا فاهميني، يا رب يا رب تكونوا فاهمين الدنيا. هي اغلس حته فيها دي، اغلس حته النهارده دي الريليشن بتاعت الديسندنج ثوراسك اورطا، اغلس حته فيها دي الديسندنج ثوراسك اورطا. كان قدامه الاربع حاجات، الليفت مين برونكس، والهارت بالبريكارديوم، وفي الاخر حته من الاسوفجس، الاسوفجس بعد ما عمل كروسنج، والديافرام.
الاسوفجس بعد ما عمل بعد ما عمل كروسنج رايح الناحيه الشمال والديافرام. طيب كان ورايا البادز بتاعت الثراسك فيرتبري، انا حققت انا كان اكتب مش كلها، لا ده من نمره 8 لنمره 12، وورايا الاثنين فين اللي جايين من الشمال رايحين في اليمين، السوبيريور والانفيريور هيم ازانجوس اللي هم فين اهو، ده بيكروس نمره 8 فيرتبري وده بيكروس نمره 9. طيب على الناحيه اليمين مين؟ على الناحيه اليمين هلاقي الازايجوس فين اهو، الازايجوس فين شخصيا، وهلاقي مين كمان اللي ما ننساهوش؟ الثوراسيك داكت الاول، وهلاقي مين كمان اللي ما ننساهوش؟ الاسوفاجس. يبقى الاسوفاجس انا هكتبه انتيريور، والاسوفاجس هكتبه على الرايت سايد، والاسوفاجس هكتبه على الليفت سايد. لا يمكن لا يمكن الاسوفاجس اكتبه بوستيريور، الاسوفاجس لو ورا الثوراسيك اورتا الضغط بتاع الثوراسيك اورتا هيضغط عليه. يعني لو حد فكر ليه الاسوفاجس ما بيعملش كيرف وراه، هيعمل كيرف وراه ويريحنا؟ لا، كان طبعا البريشر بتاعه هيضغط عليه فيعمل لك ديسفيجيا. علشان كده الاسوفاجس هو اللي بيكروس قدام. الاسوفاجس مهما كان فيه حاجه عمرها ما هتضغط على الاورطه. يبقى الاسوفاجس معناه كم مره؟ قدام وعلى الرايت سايد وعلى الليفت سايد، قدام وعلى الرايت سايد، وادي قدام وعلى الليفت سايد، خلاص على الرايت سايد وقدام وعلى الليفت سايد. طيب خلاص دي خلصناها كده، وادي الرسمه بتاعه الاسوفاجس برضو. اللي عايز يعرف المكان بتاع الليفل بتاع الكيرف بتاع الاسوفاجس عند تي 7، انا قبل تي 7 انا على الرايت سايد، انا عند تي 7 جيت قدام، انا بعد تي 7 خلاص انا ايه جيت على الشمال عشان اروح للاستومك. الريليشن بقى ديت بتاعه الثراسك اورتا انا جبت لكم رسمه ليها عشان نجمع لكم الدنيا برضو فيها، مين قدام ومين ورا ومين ايه ومين رايت ومين ليفت. رايت طبعا المهم قوي الازايجوس والثراسك مهمين قوي قوي. بوستيريور اللي هي ازايجوس الاثنين مالكش دعوه بالاكسسوري، اللي قدام كان الاربع حاجات بتوعنا هنا بس ناقص الدايفرام. اللي على الليفت سايد كان الاسوفجس لوحده. تمام، الاسوفجس كتبناه فين؟ كتبناه في الليفت وكتبناه في الرايت وكتبناه انتيريور، ما كتبناهوش خالص بوستيريور. يبقى انت اكتبها كده فوق الديسندنت ثوراسك اورتا ان الاسوفجس كان في الثلاث اماكن اللي شفناهم، الليفت والانتيريور والرايت سايد. طيب انا ديت جايبه لك رسمه ديت من لانك بس عشان انا كنت حابه ان انت تحفظها. ديت رسمه من الليفت لانك هتاخدها ان شاء الله لما ناخد الريسبيراتوري. الليفت لانج ديت بيبقى في حاجه اسمها امبريشن. يعني ايه امبريشن؟ يعني كل ارتي مثلا او كل فينز او في الهارت مثلا او في كده، كل حاجه بتبقى عامله ايه زي ما اخدنا كده في السبلين، كنا بناخد الكاردييك امبريشن او في الكيدني إيه ان المكان الاورجن وهو لازق فيه، فانت لو مسكت الاورجن لوحده تلاقيهم عامل ايه عامل ديبريشن كده فيه. فديت ليفت لانج حقيقيه نثر اللي اسمها ايه نفس شكل الطبيعه بالظبط. الليفت لانج ديت هلاقي فيه ايه، ده مكان الارش في اورت وده مكان السندنج اورت. شوف هو عامل امبريشن كده على اللانج، مش انا كنت بقول لك الارش اورتا ليه علاقه بالميديستانال سيرفيس بتاع الليفت لانج؟ هو دوت الميديستانال سيرفيس اللي هو السيرفيس اللي بيقابل الهارت اسمه ميديستانال سيرفيس. انا ما يهمنيش كل دوت، انا بس عايز اوري لك ان ادي السندنج ثوراسيك اورتا اهو، وادي الجروف دوت اللي قدامه. تفتكر مين اللي هيبقى قدامه في الحته ديت تحت خالص قبل ما يدخل على الديافرام؟ الاسفجيال امبريشن، هو ده الاسفجيال امبريشن. خلاص طيب انا جبتها لك بس عشان ريحه بطاطس. طيب انا جبتها، معلش يا ولاد معلش معلش ده وقت غدا يعني واخدين بالكم انتوا وكده. طيب يعني وانا بحب البطاطس ديت اكلتي المفضله، يعني تشوفني في اي وقت بطاطس بطاطس على طول. اه والله كنت زمان بكتب جوابات لبابا وماما وكده، معلش بس يا ولاد الموضوع غلس فمحتاجه نفسي، كنت بكتب جوابات لبابا وماما وكده فامضي بقى يعني مع ان انا باين ان انا اللي كاتباها اكيد يعني. مثلا انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا، العيال الزمانه بقى دي، فامضي بقى في الاخر بطاطس. يعني حاجه معلش يا اولاد ايه بس بلاش تزلوني بيه، انتوا مسكتوا عليا زله دلوقتي. طيب ايه البرانشات بقى بتاع الديسندنج اورتا اللي قرفنا ده؟ الديسندنج اورتا طول ما هو نازل هيدي برانش، تفتكر هيدي لمين؟ البرونكاي اكيد، هيدي للاسوفجس اكيد قرفنا، ده انت الاسوفجس كنت عامل تريبل ريليشن معايا يا راجل. هتدي لمين كمان؟ هتدي للهارت، هتدي بريكارديال برانش. طب هتدي لمين كمان؟ هتدي للمجستاينم، كل الاستراكشر اللي موجود هنا في المجستاينم، هتدي للديافرام، كل البرانشات كل الحتت اللي هو ماشي فيها هتدي. كل الكلام ده اي كلام، البرونكاي او الاسفوجيال او البريكارديوم او الديافراجماتيك برانش، كل الكلام ده اي كلام. اللي بس انا مش عايزاك تنساه ان هو بيدي برانشات جايه تدي ورا البوستيريور انتركوستال ارتريز. ايه البوستيريور انتركوستال ارتريز ديت؟ هجيب لك ليها رسمه احلى. وفي برانش تاني تحت خالص خالص هو من الاثنى كوستال ارتريز اسمه سب كوستال ارتري. تعال نشوف الرسمه اللي جايه وافهمك. احنا عندنا دوت لو الثراسيك كافيتي بس الرسمه ممطوطه لفوق كده عامله زي البتاع. الثراسيك كافيتي اهو كان في برانشات طالعه منه قدام اسمها anterior intercostal artery، والاورطه اللي جاي ورا يدي posterior intercostal arteries ويقابلوا بعض الاثنين، فيبقى الثراسك كافيتي متغطي كله، برانشات طالعه من قدام اسمها anterior intercostal وبرانشات من ورا اسمها ايه posterior intercostal ويقابلوا بعض. فانا عندي برانشات جايه من ورا posterior تمشي الكيرف، وبرانشات جايه من قدام anterior.
فالبوستيريور انتركوستال ارتريز من 3 لنمره 11، من 3 لنمره 11 جايين كلهم من الاورطه. طب امال اللي من فوق بقى نمره 1 ونمره 2 مالكش دعوه بيهم دلوقتي، خلاص من 3 لنمره 11 جايين من الديسنال اورطه. طيب بعد بقى ما القفص الصدري كله خلص، بعد ما القفص الصدري كله خلص انا خلصت القفص الصدري خلاص، فالبرانش منه انت قلت لي 3 لنمره 11، احنا عندنا 11 سبيس، 12 ريب بس 11 سبيس. البرانش اللي هيجي تحت نمره 12، تحت نمره 12 خلاص ده تحت القفص الصدري تحت الريبس، فهسميه سب كوستال يعني تحت الريب. تمام كده؟ يعني هو انتر كوستال ارتري، بس انتر كوستال ارتري معناها ان انت ما بين الريب، ما بين الريب واللي فوقيه واللي تحتيه، لكن سب كوستال معناها ان انت تحته. خلاص يا اولاد؟ يبقى انت هتكتب ان اهم برانشات من الديسندنج اورتا البوستيرو انتر كوستال اللي هم التسعه من 3 ل 11 والسب كوستال ارتري، دول اللي مهمين. طبعا ده بيرز ها؟ يعني يمين وشمال، يعني البوستيرو انتر كوستال ارتري دي طالعه يمين وشمال، والسب كوستال برضه طالعه يمين وشمال. البرانشات بقى اللي طالعه الثانيه بقى بتاعت الاسوفيكس، بتاعت البرونكاي، بتاعت الديافرام، بتاعت البريكارديوم، كل الكلام ده اي كلام. خلاص مهم طبعا ما اقصدش، بس اقصد اي كلام سهل في الحفظ يعني. طيب نيجي للجزء الابلايت، نيجي للجزء الابلايت بتاعنا. الجزء الابلايت بتاعنا ان في حاجه كان عندنا اسمها ليجامنتم ارتريوزم او ليجامنتم ارتريوزس، مش هنختلف يعني. ده موديل جميل قوي، كان نفسي اشتري موديل زي ده. الموديل دوت كان هنا الليفت فينتريكل، الليفت اتريوم والفينتريكل، وادي الرايت اتريوم الرايت فينتريكل وادي الرايت سوري الرايت اتريوم وادي الرايت فينتريكل، سوري ده الرايت فينتريكل كله وادي الرايت اتريوم. والرايت فينتريكل دوت كان ده الجزء الاوت فلو بارت اللي هو اللي اسمه الانفانتيبولوم، ودوت البلمونري ترانك، وادي الرايت اتريوم هو انا فاتحاه وباين فيه السوبيريور فينا كيفا من فوق. طيب وده كده فاتحه ايه الرايت فينتريكل هو شايفه تركز بالدفار. طيب وطبعا ده الانتيريور انتريكولار ارتري والانتيريور والميدل كاردييك والاسمه ايه الجريت كاردييك فين، واجي الايه الرايت اتري. طيب واجي كده الاسند الاورتا والارش اورتا والديسند. ادي اللي جمعت ماتريوزم ده طبعا هو عباره عن فايبرس باند، هي ريمنت من داكت هنسمعها في الامبريولوجي اسمها داكتس ارتريوز، هي بتوصل الليفت بالمونري ارتري مع الاورتيك ارش. هي مش ما بين الاورتيك ارش قوي، ما بين نهايه الارش وبدايه الاورت وبدايه السن الاورتا يعني. الليجامنتم ارتريوزم ديت هل ديت مهمه؟ اوقات ان بيحصل كونستريكشن قبل الليجامنتم ارتريوزم، عارف الجزء ده مش مكتوب في الكتاب فاخد السلايد دي وخلاص. اوقات يحصل كونستريكشن للاورتا قبل الليجامنتم ارتريوزم، واوقات يحصل الكونستريكشن دوت بعد الليجامنتم ارتريوزم. فالموضوع دوت اسمه اورتيك كو اركوتيشن. كو اركوتيشن يعني ايه؟ يعني ناروينج او يعني حاجه ضيقه. كو اركوتيشن دوت ممكن يجي للسيجمنت، ممكن يجي الجزء قبل الداكتس ارتيوزس، وممكن يجي للسيجمنت اللي بعد الداكتس ارتيوزس. طب هتفرق ايه يعني؟ هتفرق في ايه؟ يا مؤمن الواحد يبقى قاعد طول اليوم تليفون ولا بيرن، لما تيجي بقى تشتغل ويبقى في محاضره وتسجيل وحركات وبتاع تلاقي بقى التليفون اوبا بقى عمال يرن بقى. ماشي؟ طيب الكو اركيتيشن دوت اوقات يحصل قبل الليجمنتم ارتيوزم، او ممكن يحصل بعدها زي المنظر ده كده بعدها، او يحصل ايه او يحصل قبلها. طيب ايه الفكره؟ ايه الفكره بقى يعني دوت قبل الضغط او بعدها؟ الفكره الكو اركتيشن اوف اورتا دوت الجي دوت ممكن يعمل يقلل السيركيليشن. طبعا طول ما انت ضيق كده ممكن تقلل السيركيليشن للمكان اللي انت فيه. انا مثلا لو حصل الجي هنا وانا البرانش اللي رايح للسب كليفيان ارتري هنا، فخلاص الابر لمب هيبقى سيف، لكن بتاع اللور هاف بتاع الباردي هيبقى ايه؟ هيبقى هو اللي فيه مشكله. طب لو انا حصل لي الجي هنا هيبقى الجزء مثلا رايح للهيد ونيك سيف، لكن الجزء اللي رايح للابر لمب هو اللي هيبقى فيه مشكله، وهكذا. الكو اركتيشن على حسب الليفل بتاعها، على حسب الليفل بتاعها بيقسموه، مش محتاجين التفاصيل قوي دي، ان ريليشن للداكتس ارتريوزس. يقول لك ده دواء انا بعد الداكت على طول ولا انا قبل الداكت على طول، دي اسمها بري داكتال ودي اسمها ايه بوست داكتال. ليها تقسيمه كده مش مهم التفاصيل دي. تمام؟ طيب تاني حاجه عندنا مشكله، حاجه اسمها اورتيك انيريزم. ايه الاورتيك انيريزم ده؟ اورتيك انيريزم يعني الاورته تبقى نازله سليمه كده وبعد كده يحصل لها بريجننس تحمل يعني. انا بتريق ان الاورطه تحصل لها دايليتيشن كده، يحصل لها ايه حته لوكالايزد، يعني مش الاورطه كلها اللي تخينه، لا ده حته بس لوكالايزد، حته بس اللي حملت. تمام؟ اللوكالايزد دايليتيشن بتاع الاورطه دوت ممكن يضغط على الكونتنت اللي ورايا، صح؟ انا موجوده في السوبيريور ميديستاينم مثلا، في الميدل ميديستاينم، في اي حته، فانا اضغط على الكونتنت اللي حواليا. ان انا اي حاجه تكبر جوه الميديستاينم وتضغط على اي استراكشر جنبيه دي اسمها ميديستاينال سندروم. لو طلعت لفوق كده شويه في الميديستاينم هتلاقيها مكتوبه. ميديستاينال سندروم يعني اي استراكشر جوه الميديستاينم كبر فضغط على الاستراكشر اللي حواليا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا انا دلوقتي استراكشر موجوده جوه الميديستاينم تيومر مثلا، هضغط على الارتريز، اي ارتري بقى موجود مش مهم دلوقتي، هعمل اسكيميا. يعني ايه اسكيميا؟ يعني البلاد فلو قليل.
هضغط على فين هعمل ايه؟ هعمل كونجيشن، يعني الفين اللي راجع هطلع حصل له احتقان. هضغط على التراكيه اخلي العيان دوت مش عارف ياخد نفسه اسمها ديسنيا. هضغط على الاسوفجس اخلي العيان دوت مش عارف يبلع اسمها ديسفيجيا. الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول لو حصل اي كومبريشن من اي ستراكشر في حاجه جوه الميديستاينا اسمها ميديستاينال سندروم مكتوبه فوق. الاورطه ديت لما يحصل لها انيوريزم، لما تكبر كده الاورطه اسمها اورتيك انيوريزم، والله على حسب الدايليتيشن بتاعك هتكمبريس على الاستراكشر اللي موجوده. يعني مثلا لو انت حصل في الاسنرج اورطه، لو انت كان حصل، لا مش دي مش جايبينها رسما، لو حصل في الاسنرج اورطه، الاسنرج اورطه كان كله فين؟ في السوبيريور ميديستاينم، يبقى انا هعمل كومبريشن على مين؟ على الاستراكشر اللي موجوده في السوبيريور ميديستاينم وهكذا. لو حصل دايليتيشن هنا تحت هنا في الثوراسيك اورطه هعمل ايه؟ دوت في الابدومين، بس لو حصل في الثوراسيك اورطه هعمل ايه؟ هعمل كومبريشن على الاستراكشر اللي في الثوركس وهكذا. بس هي اوقات الانيوريزم ديت بتبقى الوول بتاعها عشان تخين كده ومنفوخ، الوول بتاعها بيبقى فيري ثين، فممكن تعمل رابتشر، ممكن تفرقع. فطبعا دي بتعمل نزيف داخلي وغالبا بيبقى فيتال. الا لو الدكتور داخل بالعمليه، داخل عمليه وهو اكتشف اكسيدنتلي، يعني هو داخل جوه العمليه واكتشف ان العيان دوت عنده ايه؟ عنده انيوريزم. خلاص؟ طبعا دوت يقول لك ان الدم بتاع العيان دوت هيبقى النزيف بتاعه ايه؟ لغايه السقف. ليه؟ لان انت دخل بدم بنزيف بتاع دم 120 ملم مركري فتفتح الاورطه نفسه، فبتلاقي الدم ايه؟ الدم مش بس هيغرق الدكتور والممرضه والعيان ومامه الدكتور ومامه الممرضه، لا ده كمان هيغرق مين؟ الدم هيطلع لغايه سقف الاوضه ان شاء الله، صح؟ فالاورتيك انيوريزم دوت ممكن يبقى فيتال لو هو رابتشر مع نفسه وحصل له رابتشر، وممكن يبقى الموضوع ايه؟ يبقى مانجبل لو تحت ايه؟ لو في اوضه العمليات واكتشف اكسيدنتال. خلاص؟ وكان في حد مشهور قوي كانوا بيعملوا له عمليه لحاجه ثانيه واكتشفوا ان عنده اورتيك انيوريزم كبير وبرده حصل له بليدنج جامد قوي وتعالج وبقى زي الفل وبقى كويس خالص دلوقتي. خلاص؟ طيب ماشي. انا بس هحط بس البتاع الشاحن ده. ثواني ثواني. انا عارفه بتسالوني بتقولي لي مين؟ لا معلش بقول لكم بعدين. مش ممكن يا ولاد الفضول اللي فيكم ده. خلاص؟ طيب معلش كنا بنتنفسش يعني. طب دي كانت تاني حاجة ابلايد. تالت حاجة ابلايد عندنا ان اوقات البلمونري ترانك لو حصل فيها امبولوس، لو حصل فيها جلطة، لو في المين بلمونري ترانك، لو في البلمونري ترانك نفسها حصلت فيها جلطة، فطبعا دي فيتال لانك انت قفلت البلد الدم اللي رايح لللنج، فطبعا دي فيتال. لكن ده لو حصل عند البايفوركيشن. لكن لو حصل بلمونري امبوليزم بقى في اي جزء من البلمونري ارتري، لا ديت بتبقى ايه؟ بياخد ادوية انتي كواجيلانت مانعة للتجلط وبتدوب الجلطة ديت والموضوع بيعدي. زي الكورونا كده لما قالوا انها بتعمل جلطات في البلمونري في البلمونري ترانك وبتعمل بلمونري امبوليزم وبتأدي للوفاه. خلاص؟ طبعا انا فاكر انتوا فاكرين ان احنا خلصنا، لكن لا هو بقى احنا هناخد ايه؟ البينز. طيب الجزء اللي باقي هو مش كتير، فانت لما تيجي تسمع المحاضره ما تسمعنيش بقى الاثنين ورا بعض، ما تسمعش الارترز وراها فين. اقعد الاول تم نفسك كده وذاكر الارترز وبعدين ايه؟ تسمع البينز. قسمها مع نفسك. خلاص؟ لكن انا مضطر ان انا اعملها عشان ايه؟ الجزء ده كبير. طيب البينز بتاعت الثوركس، الاول كان البريكيوسفاليك فين. على فكره احنا اخذنا اغلب الكلام عنه. قلنا ان البريكيوسفاليك فين كان عندنا واحد شمال النومنت او بريكيوسفاليك فين واحد شمال، النومنت على الفين والارتري على فكره. ورايت بريكيوسفاليك فين اللي ما يتسماش الناحيه اليمين. وكان كل بريكيوسفاليك فين كان بيجيب الدم من البريكيوم من الابر لمب يعني ومن النك اللي هي سيفاليك، وكان كل واحد فيهم كان هيجيب زي ما انت قلت الدم من الهيد والنك، يبقى من الانترنال جاجولار فين، والدم الثاني السب كليفيان فين اللي جاي من الابر لين. هو انت كنت سامعني الصوت من الاذان؟ صوت الاذان كان بيني هنا مزعج قوي. خلاص؟ مش بقول لكم انا قلت لكم ايه؟ لكن طول ما انا قاعده لوحدي بقى تلاقي التليفون هوم. خلاص؟ ده كان جاي من الانترنال جاجولار فين ومن السب كليفيان فين، ده اللي هو عمل الليفت بريكسفاليك فين. والرايت بريكس فالك فين كان عباره برضو زي اخوه الانترنال جيجولار فين والرايت سبكليفين فين. مش ممكن يا جماعه الاهميه بقى. خلاص؟ طيب الليفت والرايت بريكس فالك فين دول بيجوين مع بعض يعملوا فين اللي اسمه سوبيريور فينا كافا. ايه ده؟ هم دول السوبيريور فينا كافا؟ هم دول السوبيريور فينا كافا. يبقى انا عندي اثنين بريكس فالك رايت وليفت، الاثنين بيدرين الابر لمب والهيد ونيك، الاثنين دول طبعا والثوركس كمان اكيد، والاثنين فين دول بيونايت مع بعضيهم مع الـ مع مع الرايت والليفت بريكس فين عشان يعملوا لي السوبيريور فينا كيف. هنعرف دلوقتي فين الليفل بتاع كل حاجه فين. طب تعالوا نتكلم الاول على الرايت بريكس فين اللي هو ده الرايت بريكس فين. لو انا قلت لك هو احنا كده بادئين ادي كده الرايت بريكس فين،
رايت بريكس فالك فين؟ الاول هو عباره عن ايه؟ انت موجود فين الرايت بريكس فالك فين؟ خلي بالك انا كده البلين اللي انا عاملاه ده، البلين اللي انا عاملاه ده اللي ما بين الديسك بتوين 4 و5 اللي هو جاي قدام عند الاسترنال انجل او انجل اوف لوز. البلين دوت كان كل اللي فوقيه سوبيريور ميديستاينال، كان كل اللي تحتيه ميدل ميديستاينال. يبقى انا لما اقول لك البريكس فالك فين دوت كان موجود فين؟ البريكس فالك فين موجود فين؟ في السوبيريور ميديستاينال بس، صح؟ طيب موجود في السوبيريور ميديستاينال از جاين اوف مين ومين؟ الانترنال جاجلر فين اليمين والساب كليفيان فين اليمين. طيب انا دلوقتي ادي البريكس فالك فين اليمين اهو، انا فين سكند كوستر كارتليج؟ ده كده الفيرست، ده كده السكند، يبقى انا اهو كده ادي السكند خلاص. يبقى ده كده الليفل بتاع سوبيريور ميديستاينال، يبقى انا كده فوقيه كل ده، ده المفروض البريكس فالك فين صح؟ ده كده البريكس فالك فين، ده كده الانترنال جاجلر فين، وده كده الساب كليفيان فين اللي تحت الكلافيكل اهو، وهنا دول الاثنين اللي ورايا ده على طول نمره 5 هو ده مين؟ البريكس فالك فين. طيب انا ماشيه في السوبيريور ميديستاينال جايه من عند الميديال اند اوف رايت كلافيكل، هي فين الكلافيكل؟ اهي ادي الكلافيكل اهي، ادي الميديال اند وادي اللاترال اند هنا، فانا جاي ديسند فيرتيكالي ورا الميديال اند اوف كلافيكل صح؟ لغايه اللور مارجن بتاع الفيرست رايت كوستال كارتريج، فين؟ لغايه هنا ادي اللور مارجن بتاع الفيرست رايت كوستال كارتريج. انا بدات من هنا وانتهيت هنا، ده حاجه صغننه جدا. يبقى انا بدات هنا از جوين اوف رايت انترنال جاجلر فين ورايت سبكليفيان فين، ومشيت ورا الميديال اند اوف كلافيكل لغايه اللور بوردر بتاع الفيرست رايت كوستال كارتريج، تمام كده؟ طيب وبعدين التو فين دول بعدين اللي اسمه ايه ده البريكس فالك فين دوت هينتهي فين؟ هيعمل لي عند الفيرست رايت كوستال كارتليج، انا لازقه في الاسترنم، هبقى مين بقى؟ هبقى السوبيريور فينيكيوليك. على فكره هي دي نفس بالظبط نهايه اخوه، يعني الليفت بريكس فالك فين هقول لك نفس النهايه، انا بدات كده وبدات كده، مشيت شويه كورس اوبليك وعديت الثلاثه ارتريز دول وانتهيت برضو عند الفيرست رايت كوستال كارتليج باي بيكامينج مين؟ السوبيريور فينيكيوليك. الاثنين فين بينتهوا عند اللور بوردر اوف فيرست رايت كوستال كارتريج، هعمل السوبيريور فينا كيفن. الاثنين فين سواء اللي هو جاي ده الاوبليك او اللي نازل دوت الفيرتيكال ده، الاثنين دول بينتهوا عند اللور بوردر اوف فيرست رايت كوستال كارتريج باي بيكامينج السوبيريور فينا كيفن اللي هو نمره 7. بص الرايت بريكس فالك فين ده اللي كان جوين بتاع دول الاثنين اهو، والثاني اللي كان ماشي اوبليك ده، الاثنين بينتهوا عند نهايه الفيرست رايت كوستال كارتريج by becoming a superior vernacular. طيب ايه الريليشن بقى اللي قدامي؟ تفتكر ايه الريليشن من المنظر ده؟ مش ديت الاسترنال ادي المانوبريم اهو وادي الكلافيكل اهو، يبقى الجوينت ده كان اسمه ايه؟ سترنو كلافيكولار جوينت، اللي هو رايت ولا ليفت؟ رايت سترنو كلافيكولار جوينت ده قدامي، ومين كمان؟ الفيرست رايت كوستال كارتج صح؟ طيب ده انتيريور، طب مين ورايا؟ الاسترنو كلافيكولار جوينت، مين ورايا؟ ادي اهو الاسترنو كلافيكولار جوينت اهو المفروض جاي هنا اهو، واجي البريكيوس فالك فين الرايت ده كده الرايت انترنال جاجلر فين، واجي الرايت سبكليفيان فين صح، واجي الارتري الرايت سبكليفيان فين مع الانترنال جاجلر فين عامل الرايت بريكيوس فالك فين اهو. البريكيوس فالك فين دوت هيبقى ورا الاسترنال كوستال ورا الفيرست كوستال كارتج صح، وهينزل بعد كده هنا ينتهي هنا بقى اسمه سوبيرور فينيكيف. طب عرفنا اللي قدامك مين وراك؟ مين وراك؟ لو اجي كده البريكيوس فالك فين اهو، ادي البريكيوس فالك فين الاول، قول لي مين اليمين، انا بحب ابتدي من اليمين الاول. ادي البريكس فالك فين اهو صح، وادي الليفت بريكس فالك فين، ادي البريكس فالك فين ببدايته الاثنين. بريكس فالك فين مين اللي على جنابه؟ مين اللي على جنبيه؟ مين اللي على جنبيه؟ النيرف المهم ده اللي اسمه رايت فرينك نيرف، دي مهمه علم عليه. الرايت فرينك نيرف مهم ان هو على جنبيه، الرايت فرينك نيرف مهم ان هو جنبيه. طيب امال مين اللي على شماله؟ مين اللي على شماله؟ النيرف دوت اللي اسمه رايت فيجاس. يبقى اكتب جنبيه كده، جنبيه كده الحاجات اللي ما تتنسيش في الرايت بريكس فالك فين، انا جنبيه على ناحيه اليمين رايت فرينك، انا جنبيه على الناحيه الشمال رايت فيكس خلاص. طيب علشان في حاجات بعد كده هنزودها، على الناحيه الشمال هزود الارتري ده اللي اسمه بريكس فالك ارتري. ايه البريكس فالك ارتري ده يا دكتور؟ مش احنا قلنا الارش في اورطه كان ادى برانش اسمه بريكيوس فالك ارتري اللي ادى رايت كومان كاروتيد ورايت سبكليفيان، رايت كومان كاروتيد للهيد ونيك ورايت سبكليفيان، الستيم بتاعه اللي ما كانش يتسمى سميناه بريكس فالك ترانك ارتري. يبقى على الناحيه الشمال زودنا حاجه غير الفيجاس، زودنا البريكس فالك ارتري. طب على الناحيه اليمين، على الناحيه اليمين قلت لك اللي مهم الفرينك، وهنزود معاه الفلورا واللانج. على الناحيه اليمين المهم بالنسبه لي الفرينك، مش مهم لو نسيت اللانج والبلورا. المهم على الناحيه الشمال الفيجاس الرايت فيجاس والبريكس فالك ارتري. طب بص كده تاني،
لو انا الاول بصيت كده، انا عندي ادي الارش في اورت، ادى ده البريكيسفاليك ارتري اللي ادى الرايت كومان كاروتيد والرايت سب كليفيان. امال ده كان اسمه ايه؟ ليفت كومان كاروتيد على طول. امال ده كان اسمه ايه؟ ليفت سب كليفيان. طيب الليفت الرايت سب كليفيان سوري، او الليفت يعني الاثنين بيدوا برانش بينزل تحت في الثوركس. البرانش دوت سميناه انترنال ثوراسيك. ليه انترنال؟ لانه بيدخل جوه الثوركس، برانش مهم جدا بيصاب له حاجات كثيره في الثوركس، اسمه انترنال ثوراسيك ارتري. الانترنال ثوراسيك ارتري دوت هنسمعه كذا مره النهارده. الانترنال ثوراسيك ارتري دوت، الانترنال ثوراسيك ارتري دوت، ها الانترنال ثوراسيك ارتري دوت انا عايز اجيبه لك فين؟ عايز اجيب لك الانترنال ثوراسيك ارتري وهو على الرايت سايد هنا، هو جاي هنا الانترنال ثوراسيك ارتري هنا كده بالظبط. خلي بالك ان الانترنال ثوراسيك ارتري ده، الانترنال ثوراسيك ارتري الاول بيكون ورا الرايت بريكس فاليك مين، الاول بيكون وراه الانترنال ثوراسيك. انا هنا طالع البريكس فاليك ارتري اهو، البريكس فاليك طالع من هنا، هيدي الرايت كومان كاروتيد هنا وهيعمل كيرف كده مكان النور ده، الكيرف دوت هيديني السبكليفيان ارتري. السبكليفيان ارتري هو اللي بيطلع منه الانترنال ثوراسيك. الانترنال ثوراسيك الارش دوت كان السبكليفيان ارتري، الانترنال ثوراسيك طلع من هنا كده. الاول بيكون ورا البريكس فاليك فين كده، وبعد كده بيجي على الرايت سايد. حد فاهم حاجه؟ تاني انا دلوقتي عندي ارش في اورت، اداني بريكيوسفاليك ارتري. البريكيوسفاليك ارتري، البريكيوسفاليك ارتري ثواني بس الماوس وقف ليه؟ حتى الماوس مش مستحمل المحاضره. استنى بس اتحرك يا ابني، اتحرك يا ابني. ايه اللي حصل؟ الماوس مش مستحمل. دعواتكم والله العظيم دعواتكم، يعني انتوا عشان زهقانين من المحاضره ومن الكلام الكتير تروحوا تبوظوا لي اللابتوب؟ لا يعني خلاص. الارش اوف اورتا اداني البريكيوس فاليك ارتري اللي ادى الرايت كومان كاروتيد والرايت سب كليفي. طب الناحيه الشمال ادى ليفت كومان كاروتيد وليفت سب كليفي. حلو كده؟ كل سب كليفي يعني يمين وشمال اداني ارتري سميناه انترنال ثراسيك ارتري، اهو الانترنال اليمين وادي الانترنال الشمال. الانترنال اليمين والشمال دوت ايه علاقته بالرايت بريكيوس فاليك بتاعنا؟ خلينا في الرسمه الغلسه الاول. الانترنال لو انا كده الارش اهو، السب كليفيان ارتري هيدي هنا الانترنال ثوراسيك. الانترنال ثوراسيك الاول كان ورا هنا مكان النور كده بالظبط، كان ورا وبعد كده جه ناحيه اليمين. عشان كده هتلاقيك مكتوب في الكتاب ان الانترنال ثوراسيك الاول بوستيريور وبعدين جه على الناحيه اليمين. الاول بوستيريور وبعدين جه على الناحيه اليمين. احنا دلوقتي زودنا حاجتين على الناحيه اليمين مهمين جدا ما ينفعش ننساهم. بريكيوس فاليك فين اكتب جنبيها الناحيه اليمين، الفرينك ما ينفعش يتنسي، والانترنال ثوراسيك. طب ورا، طب ورا، ورا البريكيوس فاليك فين مين؟ الانترنال ثوراسيك برضه. ده عايزه كمان ازود لك الفرينك نيرف كمان كان ورا، يعني الفرينك نيرف كان الاول ورايا وبعد كده جه برضه على الناحيه اليمين وبعد كده هيجي قدامي. الفرينك فين نيرف كان الاول ورا وبعد كده جه على الناحيه اليمين وبعد كده جه قدام، مش مهم قدام بس خلينا دلوقتي ورا. يعني الفرينك نيرف يا دكتور من الاخر هو ورا وبوستيريور، ورا ورايت صح، والانترنال ثوراسيك فين هو ورا وايه ورايت. يبقى انت هتكتب جنب الريليشن بقى جنبيه، الانتيريور كانت هبله هتكتب جنبيه البوستيريور والرايت، هتشطب عليهم هما الاثنين وتروح كاتب ايه الفرينك نيرف والانترنال ثوراسيك ارتري. الفرينك نيرف والانترنال ثوراسيك ارتري كانوا الاول ورا وبعدين هم على الرايت سايد. فرينك نيرف وانترنال ثوراسيك ارتري طبعا اليمين، الاثنين اليمين. فرينك نيرف وانترنال ثوراسيك ارتري. طب على الناحيه الشمال، لا الناحيه الشمال كان بس الفيجس والبريكس فاليك ارتري، ما كانش فيها حاجه صعبه. يبقى اللي على اليمين كان الفرينك نيرف والارتري بتاعنا اللي اسمه انترنال ثوراسيك ارتري على اليمين وورا. خلاص طيب الرسمه ديت بقى يعني اهي مبينه لك البريكس فاليك فين، مبينه لك هنا الفرينك نيرف وهو على الرايت سايد لكن مش مبينه لك وهو ورا، مبينه لك ان الفيجس وهو جاي على الليفت سايد هو والبريكس فاليك ارتري، مش مبينه لك انتيريور قوي يعني معقوله هي يمكن نحتاجها في الريفت بريكس فاليك فين. خلاص طيب ايه التريبيوتريز بقى بتاعت البريكس فاليك فين؟ تفتكر ايه التريبيوتريز بتاعته؟ ايه التريبيوتريز بتاعته اللي هتروح فيه؟ التريبيوتريز بتاعته مش اللي هم عاملينه، مش الانترنال جاجولر والسب كليفيان فين، لا التريبيوتريز يعني الحاجات اللي بتدرين فيه، الحاجات اللي فين زي البرانش بتاعت الارتري، الحاجات اللي بتدرين فيه. لما احنا قلنا الناحيه الشمال كان في حاجه اسمها ثوراسيك داكت، ثوراسيك داكت ديت على الناحيه الشمال بتاخد من كل الجسم، من كل الجسم ما عدا الجزء اليمين بتاع الابر لمب بتاع اليمين والجزء اليمين بتاع الهيد ونك. دول الاثنين بيروحوا منين؟ من حاجه اسمها رايت لمفاتيك داكت. رايت لمفاتيك داكت ديت جايبه من عند الهيد ونك ومن جاي من عند الابر لمب، اسمها رايت لمفاتيك داكت.
يبقى لما هناخد في البريكيوسفاليك فين الشمال هقول لك في حاجه اسمها ثوراسيك داكت، البريكيوسفاليك كمان اليمين مين اللي هيروح يدرين فيه؟ الرايت ليمفاتيك داكت. دي اول حاجه. تاني حاجه حاجه هتدرين فيها برضو ادي الرايت ليمفاتيك داكت. تاني حاجه هتدرين فيها حاجه اسمها بوستيريور انتركوستال فين. مش احنا قلنا ان في بوستيريور انتركوستال ارتريس؟ اه، وفي زيهم فينز، في بوستيريور انتركوستال فين. البوستيريور انتركوستال فين كلهم هيروحوا عند الازايجوس فين، لسه هناخده قدام الكلام ده، هيروح عند الازايجوس فين. بس اول واحد بوستيريور انتركوستال فين، الفيرست بوستيريور انتركوستال فين، ده هيروح عند البريكوسفاليك فين. اول واحد بس زي ما انت شايف كده. يبقى الفيرست بوستيريور انتركوستال فين هو اللي هيروح عند البريكوسفاليك، لكن الباقيين هيروح في الازايجوس فين عادي. خلاص اكتبها جنبيها برضه. الفيرست بوستيريور انتركوستال بس اللي هو اللي بيروح في البريكوسفاليك فين. طيب مين الفين تاني اللي هيجي فيه؟ انت قلت لنا رايت ليمفاتيك داكت الاول، وادي بوستيريور انتركوستال فين، مين فين تالت هيجي فيه؟ مش انت قلت لنا في عندنا في ارتري اسمه انترنال ثوراسيك ارتري اللي كان جاي وراه وجاي على الرايت واللي غلبنا، الفين اللي زيه هيبقى اسمه انترنال ثوراسيك فين، برضه هيجي درين في البريكس فالين. يبقى انت عايزه تقول لنا ان الدرينج بتاعه او التريبيوتريز بتاعته كانت ثلاث حاجات، الليمفاتيك داكت والفيرست بوستيريور انتركوستال فين الرايت طبعا، والانترنال ثوراسيك فين الرايت طبعا. خلاص طيب ممكن بقى تيجي تقول لنا الليفت بريكس فالك فين. الليفت بريكس فالك فين مش هناخد فيه وقت. الليفت بريكس فالك فين هو الاول ماشي اوبليك صح، ماشي اوبليك، ماشي اوبليك ناحيه اليمين ورا الابر هاف بتاع المانيبرم استرناي، ورا الابر هاف اهو جاي من عند من عند الناحيه الشمال ورايح ناحيه عشان ينتهي مع الرايت بريكس فالك فين يعمل السوبيريور بينيكيف. خلاص طيب هو موجود في السوبيريور ميديستاينم، ايه اللي عرفك ان انا كده في السوبيريور ميديستاينم؟ مقادي نمرة 2 كوستال كارتليج، يبقى فوقيه كل دوت هو ده السوبيريور ميديستاينم، يبقى انا موجود انا كمان زي الرايت بريكس فاليك فين، انا موجود انا كمان في السوبيريور ميديستاينم بس. طيب انت مين اللي قدامك يا بريكس فاليك فين؟ انا قدام المانيبرا مسترناي سهله. وانا قدام الليفت ستيرنو كلافيكلور جوينت، الجوينت ده زي بالظبط ده. صح؟ انا هنا كان قدامي بريكس فاليك فين اليمين، كان قدامي الفيرست كوستال كارتليج وقدامي الاسترنو كوستال جنكشن. هنا زودت بس ان انا عشان اوبليك زودت المانيبرا مسترناي، لكن نفس الكلام قدامي برضو الاسترنو كوستال جنكشن الشمال الليفت سوري استرنو كلافيكولار جوينت، على اليمين الريس استرنو كلافيكولار ومعايا الفيرست كوستال كارتج، لكن على الشمال عشان انا ماشي اوبليك فانا ورا المانيبريم فيبقى قدامي كمان المانيبريم. خلاص طيب ايه اللي وراك يا بريكيوس فاليك فين؟ احنا لسه كنا قايلينها. ايه اللي وراك؟ البريكيوس فاليك فين اهو اللي قدامه كان استرنو كلافيكولار جوينت واللي قدامه كمان كان المانيبريم استرناي كله. طب ايه اللي وراك؟ وراك الروت بتاع الثلاثه فيسلز، قلناها الروت بتاع الثلاثه فيسلز، الثلاثه لارج فيسلز صح؟ اللي طالعين من الاورطه. طيب عايز اقول لك ان هو دي انا مشاور على ايه؟ الليفت بريكس فالك فين، السهم يعني. طيب ادي الليفت بريكس فالك فين، انا ورايا الروت بتاع الثلاثه فيسلز اهو، الروت بتاع الثلاثه فيسلز، ادي الليفت بريكس فالك فين وادي الرايت بريكس فالك فين اللي عملوا لي السوبيريور فينا كاب. يبقى انا بوستيريور ليا الثلاثه لارج فيسلز. خلاص؟ طيب خلي بالك بقى من حاجه، ان انا لو انا ورايا هما هيبقى من مين اللي تحتيه؟ مين اللي تحتيه ده؟ الارش اوف اورطا، الارش اوف اورطا. وخلي بالك ان الفيجاس نيرف هيعدي ورا الفين دوت علشان يلف تحت الاورطا، فالفيجاس نيرف كمان بوستيريور، مش بس الاورجن بتاع الثلاثه برانش اللي كان بوستيريور، لا كمان الفيجاس بوستيريور. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي الليفت بريكس فالف ده كان عبيط قوي، ده كان ماشي اوبليك ورا الابر هاف بتاع المانيبر مستناي، وده انتهى عند الفيرست رايت كوستر كارد برضه زي اخوه، ودوت كان كله في السوبيريور ميديستاينم، ودوت كان ريليتد الابر بوردر بتاعه كان بوستيريور لي سوري الثلاثه برانش بتاعت الاورتال، كان تحتيه الاورتيك ارش، وكان قدامه كان الليفت كان السيرنو كلافيكولار جوينت، وكان المانيبر مسترناي. ما قلناش فيرست كوستال كارتج بقى الشمال زي الناحيه اليمين، لا كان قدامه المانيبر مسترناي والليفت سيرنو كلافيكولار جوينت، وكان وراه الروت بتاع الثلاثه فيسلز ومعانا الفيجاس، وكان تحتيه الارش في اورت الاورجن بتاع الثلاثه بيج فيسلز وما ننساش جنبيهم الفيجاس، وتحتيه كان الارش اوف اورت، الارش في اورت كله. خلاص يا ولاد؟ طيب ايه التريبيوترز بتاعته؟ التريبيوترز بتاعته يعني نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. التريبيوترز بتاعته في الرسمه اللي فاتت، التريبيوترز بتاعته كنا قلنا الاول التريبيوترز لو دوت كده الليفت بريكس فالك فين، التريبيوترز اللي تهمنا الثراسيك داكت زي ما كان هناك في رايت لمفاتيك داكت، هنا في ثراسيك داكت. التريبيوترز اللي تهمنا الانترنال ثراسيك فين زي ما كان في انترنال ثراسيك فين هناك برضو، زي ما هنا في انترنال ثراسيك فين هنا في برضو انترنال ثراسيك فين، يبقى الاثنين زي بعض.
التريبيوتريز اللي تهمنا كمان الفيرس الليفت بوستيريور انتركوستال فين، زي الناحيه اليمين الليفت بوستيريور انتركوستال فين اللي هو ده الليفت بوستيريور انتركوستال فين. خلاص الثلاثه تريبيوتريز خليهم احفظهم يمين وشمال، في الشمال الثراسك داكت، في اليمين رايت لمفاتيك داكت، في الشمال في اليمين رايت انترنال ثراسك، هنا ليفت انترنال ثراسك برضه، في الشمال في اليمين فيرس بوستيرو انتركوستال، هنا فيرس بوستيرو انتركوستال. خلاص شويه في الفيرس بوستيرو انتركوستال الشمال بيختلف عن اليمين بس مش مهم النهارده، اعرف الفيرس بوستيريور هنا والفيرس بوستيريور. الانتركوستال سبيس فيها ارترز وفيها فين، الفين اليمين والفين الشمال الاولاني هيروحوا يدرين في البريك يسفلك بتاعهم، الفين اليمين هيدرين في البريك يسفلك فين اليمين، والفين الشمال هيدرين في البريك يسفلك فين الشمال الاولاني. لقيتهم بقى نمره 2 و3 و4 و10 دول هيعملوا قصه ثانيه، السوبيريور والانفيريور هيما ازايجوس او الازايجوس على الناحيه اليمين. خلاص طيب ده سمري بقى ليهم كلهم، ليهم هما الاثنين، ادي الليفت بريك سفاليك فين وادي الرايت بريك سفاليك فين، الاثنين كانوا في السوبيريور ميديستاينم، دوت الريليشن بتاعته كانت مع الاورتيك ارش والروت بتاعته، والاثنين جوين مع بعض عملوا حاجه اسمها سوبيريور فينا كيفا. السوبيريور فينا كيفا دوت كان عند الفيرست رايت كوستر كارتريج وهو كان فوق السوبيريور ميديستاينم، لكن كمل بعد كده في الميدل ميديستاينم لانه عايز يدخل جوه الهارت، صح؟ لو انا كده ادي بقيه الريليشن بتاعته ديت هسيب لكم الرسومات ديت مع بعض، الرسومات ديت تقعدوا بقى تلعبوا فيها، البريك سفالك بين مين كان وراه ومين كان على اليمين ومين كان على الشمال. ما تنسليش في الرايت بريك سفالك بين الفرينك نيرف والانترنال ثراسك ارتي كانوا الاول ورا وبعد كده جم رايت، دي المهمه اللي قلناها النهارده. التريبيوتريز بتاعته بقى البوستير والانتركوستال فين والانترنال ثراسك فين والسوبير والانتركوستال فين. خلاص والثراسك داكت بقى والثراسك داكت جايبه لك رسمه ليها لوحدها. السوبيرو فينا كيفا اخر خمس دقائق بس هتكلم فيه. السوبيرو فينا كيفا، السوبيرو فينا كيفا ده كان ثالث حاجه سمعناها النهارده 5 سنتيمتر، الاول بالمونري ترانك، الاثنين السندر اورتا، ثلاثه السوبيرو فينا كيفا. ده عايزك تحفظ العلامه بتاعت 1 2 3، واحد ده البيجننج بتاعه، واحد ده البيجننج بتاعه في اللور بوردر بتاع الفيرست رايت كوستر كارتريج از جوين اوف مين اوف رايت بريكيوس فاليك فين وليفت بريكيوس فاليك فين، ده البدايه بتاعته عند اللور بوردر اوف فيرست رايت كوستر كارتريج. خلاص فامال نمره 2 دي هيعمل ايه؟ نمره 2 ديت عند السكند كوستر كارتج دوت بيخرم البريكارديوم، بيخرم البريكارديوم عشان يدخل جوه الهارت. نمره 3 ديت النهايه بتاعته، النهايه بتاعته اللي فتح فيها. يعني انا عايزك تحفظ لي كده او تعلم لي كده عليه ان الاول السوبيرو فينا كيفا طوله 5 سنتيمتر، مهم. السوبيرو فينا كيفا ده كان نصه موجود، الرسمه الاولانيه ديت كان نصه موجود في السوبيرو ميديستاينم والنص الثاني موجود في الانفيريور في الميدل ميديستاينم. نص فوق ونص تحت، خلاص؟ وطبعا هو كان جوه الفايبرس بريكارديوم زي اقول السندر اورتا. يعني السوبيرو فينا كيفا كان نص فوق ونص تحت. هو 5 سنتيمتر يبقى 2.5 في السوبيرو ميديستاينم و2.5 تحت في الميدل ميديستاينم. عايزك تحفظ لي 1 2 3، انا بدات عند اللور بوردر اوف فيرست باي يونيون اوف تو بريكيوس فاليك فين. ده عند اللور بوردر اوف فيرست. انا نزلت بعد كده عشان اخرم البريكارديوم عند 2 رايت كوستال كارتج. انا بعد كده انتهيت خالص باي اوبننج فين، السوبيرو فينا كيفا كان بيفتح فين؟ رايت اتريوم. انتهيت في الرايت اتريوم عند الثيرد رايت كوستال كارتج لازق في السيرف، تمام؟ يبقى انا لو انا عايز اعمل السيرفس اناتوم بتاع السوبيرو فينا كيفا هبتدي لك من عند نمره 1 لغايه نمره 3، من نمره 1 لنمره 3. من نمره 1 دي كانت بدايته الرايت والليفت بريكيوس فاليك فين بدايته. نمره 2 ديت انا عملت بيرسنج للبريكارديوم ودخلت جوه الهارت. ليه بيرسنج؟ دي اول مره نسمعها. ليه؟ لان ده الفين اللي داخل من فوق لتحت، الارتري كان طالع. طيب ادي الفين دخل من عند اللور سكند كوستال كارتريج وبعدين انتهيت فين؟ عند الثيرد كوستال كارتريج لما دخلت في الرايت اتريوم. خلاص؟ لما انتهيت فعلا خالص بقى السوبيرو فينا كيفا انتهى عند الثيرد رايت كوستال كارتريج. تمام كده؟ طيب الريليشن بتاعته عبيطه. هو الاول انا جايبها لك هنا الرسم بقول لك هو في السوبيرو ميديستاينم والميدل ميديستاينم. خلي بالك ده الجزء بتاعه في السوبيرو وده الجزء اللي في الميدل وده النص والنص. الريليشن بتاعته اللي قدامه الارتري تاني اللي جننا النهارده، ادي الارتري اهو. فاكرينه اللي كان جاي الاول ورا البريكس فاليك فين؟ البريكس فاليك فين طلع كده فهو كان وراه الاول وبعد كده جه على الرايت سايد وراح لافف كده قدام اهو عشان يعمل انستموزس كده قدام الهارت. الرايت انترنال ثراسك فين، انترنال ثراسك ارتري سوري. يبقى الريليشن اللي قدامه، اللي قدامه كان الانترنال ثراسك ارتري. واكيد اكيد مش هنسى ان قدامه مين كمان؟ قدامه مين ده؟ مين ده؟ ده كان كوستال كارتريج. وقدامه مين كمان؟ التالت كوستال كارتريج. قدامه التساكن الثاني والثالث كوستال كارتريج. بس اللي مهم دول ممكن تفتكرهم لوحديك، بس المهم الانترنال ثراسك ارتري قدام.
يبقى اكتب الانترنال ثوراسيك ارتريس معناه 3 مرات النهارده. الانترنال ثوراسيك ارتريس معناه ورا الرايت بريكسفاليك فين، سمعناه على الرايت سايد اوف رايت اوف بريكسفاليك فين، سمعناه انتيريور للسوبيريور فينا كيف. خلاص انتيريور للسوبيريور فينا كيف. طب ايه الحاجات اللي وراك؟ لو انا كده اخدت ساجيتال سيكشن وبص كده كده قدامه كده ورا، ادي كده البرتبرال كولون، وادي كده الاسوفيجس، وادي كده الفوركس بالكوستال كارتج اهي، وادي الهارت بالبريكارديوم، وادي الرايت ادي سبيرو فينا كيفا اهو، ادي سبيرو فينا كيفا، وادي الازايجوس فين اهو، هو ده الازايجوس فين بتاعه، هو ده الازايجوس فين. وعلى فكره هو الاونلي تريبيوتري، يعني سبيرو فينا كيفا اللي وان تريبيوتري هو الازايجوس فين بس. خلاص بيدخل من ورا كده، الازايجوس فين بيجوين سبيرو فينا كيفا من ورا، تمام كده، قبل ما يدخل بريكارديوم على طول، يعني تقريبا عند ليفل بتاع سكند رايت كوستال كارتج. الليفل يعني مش مهم قوي دلوقتي. طيب ادي سبيرو فينا كيفا، سبيرو فينا كيفا مين وراك؟ مين بوستيريور ليا؟ البوستيريور ليا الرايت بلمونري ارتري، الرايت برنسبال برونكس اهي، الرايت برنسبال برونكس، والنيرف اللي مهم جدا جدا، النيرف المهم اللي اسمه الفيجس نيرف، ده الفيجس نيرف، الفرينك لا قدام الفيجس نيرف. يبقى انا اللي ورايا البلمونري ارتري والبرنسبال برونكس والفيجس نيرف، ده اللي ورايا، تمام. طيب اللي جاي على الرايت سايد بتاعي الفرينك نيرف، اللي جاي على الرايت سايد بتاعي الفرينك نيرف. فاكرين مش احنا الفرينك نيرف فوق، كنت قلت لك ان الفرينك نيرف كان ورا البريكسفاليك، ورا البريكسفاليك هنا صح، كان جاي وراه وبعد كده جينا على الرايت، فضل مكمل على الرايت سايد من سبيرو فينا كيفا، فضل مكمل على الرايت سايد. يبقى اذا كان الفيجاس بوستيريور فالفرينك نيرف هيجي على الرايت سايد، واكتب جنب الفرينك نيرف ان هو كماله البريكسفاليك فين، كماله البريكسفاليك فين. طب اللي على الليفت سايد، لا اللي على الليفت سايد دول سهلين، لو كان اللي على الرايت البرنسبال برونكس والبلمونري ارتري والرايت بلمونري ارتري والفيجاس نيرف، اللي على الناحيه الشمال لو ده كده كان سبيرو فينا كيفا، اللي على الناحيه الشمال هيبقى البريكيو سيفاليك ارتري، البريكيو سيفاليك ارتري، ومين كمان؟ والتراكيه، البريكيو سيفاليك ارتري والتراكيه دول فوق، نزلت تحت شويه بقينا على شمال مين؟ الاسنر اورطه وبدايه الارش في اورطه. يعني انا كنت فوق كده البريكيو سيفاليك وده، وتحت بقيت ايه؟ الارش في اورطه. الرسمه بس ممطوطه شويه، تمام يا ولاد. طيب سبير فينا كيفا هل هو ليه تريبيوتريز تاني؟ البريكيو سيفاليك ارتري والتراكيه ده فوق، والارش في اورطه والاسنر اورطه تحت. الى الناحيه اليمين هيبقى الرايت لانج طبعا والبلورا، واللي فاصل ما بينهم هو مين؟ الفرينك نيرف. وما ننساش الفرينك نيرف اخدناه 3 مرات النهارده، كان ورا البريكسفاليك فين اليمين الاول، الفرينك نيرف كان ورا البريكسفاليك فين اليمين الاول، وبعدين على الرايت سايد اخدناه هنا مع السبيرو فينا كيفا على الرايت سايد، اخدناه هنا مع السبيرو فينا كيفا على الرايت سايد، تمام. الانترنال ثراسيك اخدناه ورا الاول وبعدين على الرايت سايد من البريكسفاليك فين، وهنا اخدناه قدام في سبيرو فينا كيفا اخدناه قدام. فتكتبها تحت كده، الفرينك نيرف والانترنال ثوراسيك كان ورا ورايت سايد من البريكيوس فاليك فين، الفرينك بعد كده كمل على الرايت سايد، لكن الانترنال ثوراسيك كمل فين؟ كمل قدام. خلاص سبيرو فينا كيفا كان ليه بس تريبيوتريز، هو الازايجوس فين بس، الازايجوس فين كان بيجوين بالسيريور عند تقريبا قبل ما يدخل جوه البريكارديوم اللي هو تقريبا عند نمره 2 كوستال كارتيج. اتفقنا العلامه بتاعت سبيرو فينا كيفا 1 2 3، 1 بدايته 3 نهايته 2 انا بدخل جوه البريكارديوم. خلاص طيب انا عارفه انها محاضره شنيعه، دي رسمه تاني مش عارفه ليه حطيتها تاني، محاضره كبيره وتقيله جدا 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 وطويله، بس ايه قلت في الويك اند بقى، انتوا في الويك اند بقى فاضيين فاضيين مش وراكم حاجه، فتقعدوا بقى ايه تسمعوا فيها كتير. طيب ليه بتحصل الكواركتيشن؟ الكواركتيشن ديت دي انوماليز، انوماليز مش لازم ليها سبب، من غير سبب هيكون جينيتال كده، هيكون جينيتال مولود فيها. دكتور ما احنا قلنا الاشياء المهمه، حاضر. النهارده يعني النهارده ايه اللي مهم معانا؟ السنرج اورتا محبوب قوي، والسوبيرور فينا كيفا محبوب، والبريكس فاليك فين محبوب. النهارده كله مهم جدا جدا، ريتم مهم قوي قوي ريتم النهارده. اللي بتقابل كام فرتبري؟ السكند سترن كوستال جنكشن. بص يا ابو حميد، السكند سترن كوستال جنكشن اللي هي الانجلو فلويس وراها اللي هي 4 و5، تي 4 و5 ورا. لو لما هتاخد البرزنتيشن النهارده هتلاقي باينه لك في سهم كده، اعتقد في سهم كانت فين، ممكن في اولها، استنى كده في اولها او في سلايد ثانيه، متهيألي كانت موجوده النهارده، انا حاسه ان انا شفتها في اولنا خالص، ما مش عارفه يمكن او في واحده ثانيه، بس متهيألي بدايه في اول. طيب الكواركتيشن اللي بتحصل دي زي ما اتفقنا هي كونجنتال يا ورده، يعني حاجه كونجنتال بتحصل كده. ممكن الكواركتيشن، الكواركتيشن دوت ضيق في الاورطه،
دي في الاورطه ممكن يكون قبل الليجامنتم ارتيريوزم وممكن يكون بعدها. يعني هو ممكن في اي حته في الاورطه بس غالبا بيبقى في الجزء ده. فبيسموه اللي قبل الليجامنتم ارتيريوزم قبل الدكت، واللي بعد الليجامنتم ارتيريوزم البوست الدكت. واكوردنج بقى هو قبل الدكت ولا بعد الدكت، فايه الجزء اللي اتقفل؟ هل الجزء اللي اتقفل هو قبل الدكت فحصل مشكله عند الهيد ونيك والابر ليمب، ولا هو وبقيه اللور ليمب خلاص شغال عادي، ولا هو الجزء دوت اتقفل تحت فبقى اللور ليمب هو اللي متاثر وفوق شغال عادي وهكذا. خلاص تسلمي يا ورد، ربنا يحميك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. طيب سامحوني والله العظيم على المحاضره بتاعت النهارده، بس انتوا ما عندكوش بكره، انا بكره عندي جروب ايه، فانتوا ما عندكوش بكره، عندنا يوم السبت ان شاء الله. يا رب يا رب، بس يا رب تبقى صحتي كويسه واقدر اجي السبت. لو مش كده هبقول لكم هنعمل ايه. طيب المهم انتوا من النهارده لغايه السبت، عشان خاطري حاولوا تقروا محاضره النهارده، وان شاء الله يا رب بعون الرحمن كده يوم الجمعه يا رب يا مسهل كده هبعت لكم ريفيجن على كل الجزء اللي فات. احنا كده تقريبا خلصنا الهارت، ناقص لنا بس الديفلوبمنت بتاعه. يعني احنا يوم السبت المفروض هنبتدي الامبريولوجي بتاعه. تسلم يا هادي يا حبيبي، هنبتدي الامبريولوجي بتاعه. فاقعدوا حولوا على قد ما تقدروا تذاكروا الهارت ده، وانا هبعت لكم ريفيجن يوم الجمعه. اللي لحق يخلص ماشي يحل الريفيجن يومها، اللي ما لحقش يخلصها لما يخلص الهارت يعمل الريفيجن. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى احنا كده ده كده اخر جزء في الهارت قبل الايه، قبل الامبريولوجي.